ده نص الحصه ان شاء الله بعد كده نص تاني بعيد النط ربنا مسامح لا تسجل تسجل يسجل اهو كان حلو ولا وحش؟ كان حلو، يعني كان بيعمل بول اي بس فاكر؟ او
ايه فرام قناه شتم هيفتح القناه هيزيد الرينج بتاع الابس ما علينا. اهم حاجه تعرفت المسكرانيك بيشغل الكوليسترول جبل مصر وبيشغل عضله ثانيه تحتها اسمها السيليا دي مصر والسيليا دي كانت مسؤوله حاجه اسمها ايه اكوموديشن فور نير ايه 100 يبقى انا عايز كلمتين اهو قول لي ده المسكرانيك بالنسبه لسيادتك النيكوتينيك هو النيكوتينيك ملوش علاقه بالميوزس ولكن بيعمل كلمه مميزه عشان عامل اسمها تويتش خير ولا لا عامل عين تويتش ولا لا اللي هي كونتراكشن متدالي في الاي اس طبعا هذا نيكوتينيك ماسكولار بتاع سكيلت الماسل بتاع العين ماشي. المهم انا دلوقتي عرفت اسم العضلات واسم الريسبتور اللي بتعمل ميوزس بار العضله اسمها كونستريكتور بيولي ماسل وده مكان ماسكرانيك زي ما قلنا ام 3 الله يكرمك ام 3 عشان عامل بعد شويه وقلنا السيليري ماسل هي ملهاش دعوه بالميوزس ولكن بتشتغل معاه. بص يا ابني الاثنين رابطين بعض يا يشتغلوا مع بعض يا يتدمروا مع بعض يعني لو اشتغلوا مع بعض لو اتقفلوا اتقفلوا مع بعض. والان نيكوتينيك بتاع تويتشز وقلنا تويتشز دي قبل كده بتاع صرف الاي ماشي عايز ايه مين هم بقى الدرجات هم اثنين في عيله واحده. فاكر عيله اسمها بارس بس ومايميتك فكرني فاكر عيله اسمها دايل وعيله تحت بارس اسمها اندايركت دلوقتي يا جماعه مش عارف سيبته وطبعا ده كان عيله اسمها كولين ايستر فاكر اللي هم كان اربع ادويه وبايلو كاربين كان الخامس طبعا هنا جايب امثله انت تبقى عارف كل الامثله انت عارف بايلو كاربين طبعا وعارف كارباكول صح وعارف ده اسمه بيسانيكول وده اسمه استركولين وبيسانيكولين ده كله الخمسه هو اللي بيشتغل فيهم على الاي اس اس مالك هنا بيسانيكول وكارباكول وبايلو كاربين هم ده اسمهم دايركت طبعا سيادتك بالنظري بتاعنا ايه الفرق بينهم عشان العملي سيادتك ان البيسانيكول كان ماسكرينج بس صح ولا لا؟ كارباكول ماسكرينج ونيكوتينيك الواد بايلو كاربين على فكره بايلو كاربين كان ماسكرينج ونيكوتينيك صح؟ هما في العملي حتى لو طلع زي قبل كده معتبرين البايلو كاربين ماسكرينج بس النيكوتينيك بتاعه ايه؟ ضعيف. هسال سؤال وركز معايا قلناه مره نظري زمان دي ناس مش هتفتكر ايه الفرق بين اكشن كارباكول على العين واكشن بيسانيكول على العين ده كارباكول له نيكوتينيك صح ولا لا؟ اذا قلنا ايه؟ طب فكر معايا يعني مين بيعمل فيه تويتشز؟ طب ليه؟ عشان عنده نيكوتينيك لكن بيسانيكول ما عندوش نيكوتينيك اذا ما فيش تويتش قلناها مره في الجدول ولا تاني في العامل اهو الكلام ده اللي انت شايفه كده مش واضح هيوضح في العامل بس انا بقول اللي هو الفرشه بتاع العامل دلوقتي يبقى اذا يا جماعه اول ادويه بتعمل بس عندنا عيله اسمها بارا سيمباسو مايميتك واولهم دايركت اولهم اه دايركت اللي هم اول جدول في باراسيمس تاني جدول برضه شغال اللي هو اندايركت فاكر حاجه اسمها اندايركت اللي هم انتي كولين ستريت فاكر في زوستيجنين ونيوستيجنين واخواته اللي هو السبستيتيوت فاكر كلمه سبستيتيوت كان في واد اسمه ادروفونيا وفي ديميكاريا فاكر الحاجات دي كلها كده وبرده سيجنين الناس دي كلها شغاله على ايه ماسترينك ونيكوتين اللي هم بيزودوا استركولين المهم برضه بيعملوا ميوز ولا تنسى عيله مشهوره اسمها اورجانو فوسفورس طبعا استندبات وانت كلمهم بين ايه؟ لما اقول لك دواء ميوتك قول لي خلاص جلوكوما صح؟ اي حاجه كارنت اكت مايدريز افتر ايه لو حد فاكر؟ افتر سيلابيشن اولتر نيتف ويز مايدريز صح؟ اون كات فاكر دي؟ سيلابيشن في ارزلت طب استنى يا جماعه بص بصراحه عشان ما دعوتك تقول انا عايز اعرف ايه؟ عايز اعرف اسماء الادويه بس عشان العميل هنا مش شايف معلومه نظري مهم كل ده متقال في مكان ده كده اول عيله بتعمل مايوز اشتغل لوكال على العين يبقى اذا يا جماعه اللي لسه داخلين دلوقتي انجزوا العيله بتعمل ميوزس اول عيله اهي اسمها بارا سيمباسو مايميتك اي دواء بارا سيمباسو مايميتك بيشغل ماسكارين الثلاثه في العين هيعمل ميوزس ان شاء الله سواء بقى دايركت سواء الدايركت مش فارقه معايا طيب هنركز بقى في الدواء الجديد رقم اثنين او هم مسميه ثلاثه عشان مقسم دايركت ودايركت يعني هم مسميهم دايركت والدايت واحد اثنين ثلاثة بقى يا جماعة دواء اسمه واني سيدي واني سيدي خليك معايا الجوانس دي
الكرياتين ده كان دواء في جدول من أدوية الباسوليت، والأمارة كان تمنع الريليز بتاع النور الجيم. فاكروا قلنا الكوانستين بيدخل جوه الجرانيول، فاكروا ولا لا؟ يحتل الجرانيول ويفضيها من مكونات، فبالتالي يحصل ديبليشن، وبالتالي هو ميكانيزم جنبه بيقلل النور الجيم او النور الجيم عليك عليه، بيقلل الريليز وفي نور الجيم طبعا بيعمل ايه؟ ده ملوش نور الجيم عليك، يبقى الدايليتور بيوبيلي ماسل مش هتشتغل، يعني عمل لها ايه زي ما بيقولوا كده باراليسيس، بيسموها باسيف ميوزيس. هو بص ميوزيس بس ما شغلش عضله اسمها الكونستريكتور، منع شغل عضله اسمها ايه؟ فهو عمل باسيف ميوزيس وهو بيشغل عضله ثانيه يا جماعه، او بيشيل عضله ثانيه اسمها ليفيتور بالديبري سوبريورس، فكده دي عضله مش هتشتغل. اللي هي بتاعت ايه؟ دي بيقال لي حاجه اسمها اكسوسالميس او زيبسابيا، اسمها حاجه اسمها زيبسابيا بعوز العين، بيقللها في الناس اللي عندهم اللي هي هايبر ثايروديزم. عايز تقول لا التضخم الغدد ده يبقى عندهم فحوص في العين، هذا الفحوص ممكن اعالجه بحاجه اسمها جوانستين، بيعمل ريلاكسيشن او بلاس العضله اسمها اللي هي الفيتور بالديبري سوبريورس، دي بتاع العين دي اللي بتقلل ايه فحوص العين. خلاص اذا الجوانستين ده هيقول لك بيجلسه في الامتحان، هذا بيجلسه يعني يمنع ريليز اوف نور جرين، وممكن يقول لك عايز دواء من دول يعالج اكسوسالمي، الوحيد في الفارم يعالج اكسوسالمي. يجي تسال نظري في الصفحه دي كلها، انا برضه عايز اجيب اساس النظري بتاعتك، عامل كده كده ورقته وهتحفظه مني. احنا عايزين نجيب اساس النظري ممكن تيجي، يعني ممكن الصفحه دي المعلومه الوحيده للنظري دي علينا هي معلومه ان الجوانستين ممكن يستخدم في الناس اللي عندهم هايبر ثايروديزم علشان يقلل عندهم حاجه اسمها اكسوسالمي او اكسوسالمي. ماشي؟ دي ادويه بتشتغل يا ولاد لوكال ميوتيك، يعني لوكال ادروبس، يعني حط قطره في العين سواء دايركت فيروس الباسوماميتك الدايركت فيروس الباسوماميتك او واني سي دي، ده اللي بيعملوا ايه مايوزيس دو. دواء وحيد بيشتغل فقط سيستميك مايوزيس، ركز معايا ومحدش يفهمني غلط. قالوا لي يعني ايه؟ يعني هل الادويه دي مش سيستميك؟ اشتغل يا جماعه، الادويه دي كلها بتشتغل سيستميك برضه، بس الفكره اللي جاي ده بيشتغل فقط سيستميك ما يلوش اكشن لوكال. ليه يا ليه؟ ومع الصابون الناس فاكره يا ولاد زمان، مش حته كده من زمان قوي، المنشا بتاع الفيروس المزاتك ده السيستم كان طالع منين؟ من كرينيو سطر، لو فاكر كان كرينيو نيرف 4173 احنا خدنا رقمين فيسيولوجي زمان 72 73 72 درسناهم في الطب، 72 هو الفيتامين كي اللي بيتنا اتخدته صح؟ و73 المنشا بتاع فيروس المزاتك. عايز تقول عايز اقول لك ان في نيرف اسمه السيرد نيرف، عارفه؟ اللي هو كيلومود السيرد نيرف ده طلع من النواه موجوده فوق في السينس، طعم بعد كده بيدينا الجانجليا، ثم بيدي اهو نيرف، ثم يدي العين اهي، في عضله اسمها الكوليستريكتور بيبيلي ماسل. عايز تقول لا تنسى ان الفيروس السمباثيك منشاه من السيرد من الكرين نيرف رقم 3 7 9 10. عايز تقول ايه؟ الواد مورفين بقى، مورفين ده اعتبروه عيال واحد اللي مش لازم سيستمين فقط ليس هذا الفكت لوك. ليه؟ مورفين ده ان شاء الله اول حصه باذن الله يا رب. احنا في سي نس بيشتغل على سيستم اسمه اوبييد او اوبيويد. الاوبييد دي اوقات موجوده فين يا بيه؟ في السي نس فوق. اوبييد ريسبتورز او اسمها اوبييد ريسبتورز نسبه للافيون طبعا. اسمع معايا وركز. مورفين بيعمل ستيموليشن اوبييد ريسبتور الموجوده في السي نس. قول لي وبعدين؟ هذا يعمل ستيموليشن للسيرد نيرف نيوكلس، فتعمل ستيموليشن للسيرد نيرف شخصيا. السيرد نيرف ده يوصل لجانجليا، يحفز الجانجليا. يحفز ايه؟ الجانجليا. الجانجليا هتطلع ايه يا جماعه؟ هي دي سبب سبب بره وانا بره. هتطلع استاكولين ولا نور نيرف بقى؟ استاكولين، يبقى استاكولين ده يطلع اهو، يطلع استاكولين. يشتغل على عضله اسمها كونستريكتور بيبيلي ماسل. هو الريسبتور ده كان اسمه ام كام؟ ام 3. فيحصل ايه؟ ميوز. تاني معايا الكلام ده مهم عشان برضه ممكن يساعد نظري او عملي الترم ده. فوق معايا المورفين يختلف عن اللي قبليه ايه؟ كل اللي قبليه دول اللي هو فيروس بس وما بيجي الورثين بيشتغل لوكال على الاوضه، لوكال على الاوضه. اما المورفين بيشتغل سيستميك، يعني ايه سيستميك؟ لازم يوصل للسي ان اس، ثم هيشتغل لوكال مش هينفع. اشتغل على السي ان اس ازاي بيه؟ تاني فوق معايا تاني وعلم ورايا كده. مورفين يحفز على الريسبتور اسمه ايه؟ وبي انا معلمك عليها انها مهمه ايه؟ في السير نير نيوكلس.
يحفز الجانجليا اللي هي اسمها فرس البسات. طبعا الجانجليا دي لو لنا سنتر من عندها تجيب كل الجانجليا موجوده في الجسم سنتر اسمها ايه ان ايه ان ايه ديكوتينيك جانجليا يطلع استايكولين. استايكولين ده يشتغل على ايه من الريسبتور اللي موجود في عضله اسمها كونستريكتور ده بيقول لي يحصل ايه ميوز طبيعي مش اي ميوز ده ميوز عجيب اسمها سمعتوا عنها ولا بين بوينت سمعتوا عنها ولا ايه بين بوينت ميوز دي بص لو مش عامل كده على ده نقطه سيفير ميوز هنا غلط. هل مورفين يقدر يشتغل لوكال؟ لا لان مورفين لوكال عمره ما يعمل حاجه العضله دي. عارف مورفين ليس له افكت على المسبلنز امال لازم مورفين يشتغل سيستمي عايز كده لا الريسبتور بتاعته موجوده فين؟ سينس. يبقى ده قصده يا جماعه ان المورفين بيشتغل سيستميك ليه؟ لانه بيشتغل الريسبتور بتاع السينس تعمل له ستيموليشن يحفز السيرد نيرف تحفز الجلد يطلع استاتين يعمل كونستريكشن للعضله او قداش عضله اسمها كونستريكتور بيقول له اصل يحصل ايه ميوز وهذا اسمه بين بوينت ميوز. السؤال بقى ازاي تضاد هذا الاكشن؟ طبعا احنا فوق ما قلناش بس الاعضاء المتوقعه كل الفيروس بس ما ميت فوق ممكن اعمل اكشنهم ازاي؟ اضربهم صح بيقفل لهم ام ريسبتور وبالتالي اكشنهم يضاد. المورفين بقى لهم كذا طريقه ازاي؟ ممكن سياده تقفل المورفين اكشن يا اما على مستوى دوبيت ريسبتور يا اما على مستوى الجانجليا يا اما على مستوى المسطرينج اللي هي المصل نفسها اهي ثلاث احتمالات هتلاقيهم انت تجيب تحت بعض عنها. ازاي اكشن مورفين انتاجونايز عين؟ واحد نالوكزون ده فيلم تاني ان شاء الله بيعمل ايه بيه؟ نالوكزون ده فوق بيضرب مين؟ روبو وبيت نالوكزون في التاخير السيستمي كده من وبيت ممكن تدي عند الاجسام عايز حد يسمع يعني مش اليونيك بلوكر قول لي واحد كده الله يكرم اصلا عايز واحد يكون بلد تعالى كل واحد ده رايمي سفان واحد كلام عشان حبايبي بيكا مايرا مين اكسامي سون طب من الكوتين اللارج دي مثلا الكوتين اللارج دي مثلا طب وكلهم عايزوا ده مين طب كلهم بيعملوا ايه الجاج ممكن تشتغل تقفل ماسكرينج واتروبين سواء سيستميك او لوكال بقى مش فاهم يبقى اتروبين ممكن يبان. يبقى معلش يا جماعه يمكن دي الكلمه الوحيده الجديده في الصفحه دي عشان الناس لسه داخل اسمع معايا احنا شرحنا في هذه الصفحه ما يسمى الميوتك كلمه ميوتك يعني درجات بتاع ميوز عايز معانا هم ان شاء الله اربعه ثلاثه لوكال واحد سيستم تحفظ اسمائهم بس الثلاثه لوكال هم داير التبارس الباسو مايمك رقم واحد رقم اثنين داير التبارس الباسو مايمك دول الاثنين بيشتغلوا ايه؟ على ام 3 ريسبتور الموجود في عضله اسمها كونستريكتور بيعمل ايه؟ اصل بيعمل كونتراكشن لهذه العضله يعمل ميوز في عندك ده اسمه جوالي سليم بيشتغل لوكال بارتي بس هو السليم ده له ميكانيزمه في السيمباثوليك بيمنع الريليز بتاع النور النيم ولذلك بيعمل باراليسيس للدايليتور بيوبيلي مصر وكمان هنا بيعمل باراليسيس لعضله اسمها الليفيتور فالليفريس وماليورس دي اللي هي بتاعت عضله اللي هي بتاعت الايس وبالتالي يعني حاجه اسمها مسوسلي او مسوس. ثم دخلنا على المورفين ده رقم اربعه والاخير بس مورفين اكسبشن ليه؟ مورفين ملوش اكشن لوكال عينيه ولا ان الريسبتور بتاع المورفين موجوده فين؟ في السينس بيشغل الموبيل ريسبتور في السينس فتشغل سيرد نيرف شخصيا فيحفز فرس المسات الجانجليا يطلع استايكولين يشتغل على ام 3 ريسبتور يعمل ايه؟ ميوزس. الكلام ده عايز تضده هتمشي فوق لتحت ايه في الموبيل ريسبتور بتاعه اسمه ايه؟ نالوكسون ايه في الجانجليا بتاعه اسمه جانجليون بلوك ايه في الماسكارينج بتاعه اسمه ايه؟ اتروبين. دي عيلة اسمها ميوتك. سلام. عرفت كلام ميوتك عندك؟ حاسس سؤال؟ معلش ركز كده معايا وبص عليا. بسرعة يا شباب. هل يا ابو اللي اقول لك في التجربة بتاعتي عندي بعد الطريق جبنا قطرة مورفين وحطيناها في العين هتعمل ايه ولا لا؟ ده كلام ينفع؟ مورفين لو كان لقيت لو كان تحت ايه؟ وبالتالي تقريبا مورفين هياخد من العملي اللي هيجيبوه يجي في النظري بس. يعني مورفين مش هتجيبها في العملي. بس ممكن يجي في النظري. ماشي خلي بالك الدكتور لو حب يجاملكم مثلا زي ما عملت لكم مره مجامله كده كانت مالهاش لازمه قال لهم ايه احنا هنجاملكم عادي هتعمل ايه دكتور؟ هشدكم الايروس كده بص ماشي اهو تعالوا شالوا النظر لو احنا مش عندكم بس هو كان شالوا النظر ساعتها ما هو مش لازمه عندك كلام عندي يا بيه كلهم وبالتالي الايروس كده مصر بالذات له عشان حاجتين نظري وعم خلي بالك هم مرشين صغيرين بس ممكن تلاقي واحد فيهم عليه 10 بس من الامتحان ليه؟ لان لو جه عليه حاله العملي او اللي هي كيرف العملي او كده في 10 ده كامل فمحدش يقول له الله يكرمك
يعني انت هتضطر تذاكرهم مش عشان نظري، النظر لو جاي مسبب مثال واحد الاثنين، لكن بالعملي انت ممكن ما تعرفش اللي جاي هيبقى عارفين كنت قدام نزلهم، لكن ممكن يجي لحظه ثانيه لحظه كده تسكت النظر وهي مع بعض ساعتها ب 20 درجه في الاثنين ما همش لازمين حرام. ده كده اول صفحه النيوتي عرفنا ده بتاع ميوزيس والسيد بعد شويه نقول العامل بتاعها بس نظر على مقاله الكلام ده. هنخش على الصفحه الثانيه هنحفظ درجات بتاع المايجرييت عشان الخصلك تبقى الخصل عايز بدل ورا بعض. ايه المايجرييتس ممكن يتم الطريق ايه؟ هم اربع دي عشان في الصفحه مقسمين اثنين واثنين، اثنين بيشتغلوا بطريقه واثنين بيشتغلوا بطريقه ثانيه. فركز مع الصف ورشحها لك بعدين مره بعد. بص يا عم المايجرييتس في عضله مشهوره اسمها دايليتور بيولي مصر عارفينها ولا لا؟ ما تعبرنيش ليه؟ ايوه دكتور عارفينها. طيب مين الريسبتور بتاعها؟ انا بكر كده انا مش عارفه ايه اللي رسبت مش عارف المدرسه العيه ولا افا واحد شنو واحد. طيب يبقى ركز معايا هنقسم المايدرييتك المعصب اللي هو جامد عندك بس انا رايح ايه ده نوعين لازم لسه داخل تركز معاهم برده الكلام اهو بتاع كله. في حاجه اسمها اكتيف مايدريزس وفي حاجه اسمها باسيف مايدريز وبالعربي تقصد يعني اكتيف مايدريزس يعني ده بقى احنا بيشتغل عن طريق انه بيحفز عضله اسمها دايليتور بيوبيلي ماسل. عادي يعني يا ابني بيشغل وقت واحد يبقى ده عادي يعني كونتراكشن او ستيموليشن اوف دايليتور بيوبيلي ماسل ده بيسموه اكتف ما بيزود ده من غير ريسبتور اسمه الفا واحد سهل. او امال يعني ايه باسيف مايدريزس؟ بلايس العضله اللي فاتت فاكرها العضله اللي فاتت اللي هي اسمها كونستريكتور ايه؟ بيوبيلي ماسل بذكاء اكيد هيشيل هيقفل عليه ريسبتور ام 3 ايه في عامل ريسبتور جنب شارع عضله ام 3 ام 3 ام 3 طبعا احنا عندنا حصان حلو لا يوجد في الماسكرينيك لا سلك على ام 1 ولا جوكر على يعني كل اللي بيقفل مش شارع ماسكرينيك واحد وكل اللي بيقفل ماسكرينيك زي بعض يعني اطول بيقفلهم كلهم واصلا كلهم غالبا بيشغلهم كلهم فيعني معايا هنخليهم ام 3 عشان نبقى منطقي. يبقى بص معايا انت هتجيب مجهوده جدا يعني اللي بيعمل اكتف مايدريزس معناه بالعربي كونتراكشن لدايليتور بيوبيلي ماسل اكيد ده بيشتغل ريسبتور اسمه ايه؟ الاول. واللي بيعمل باسيف مايدريزس بيعمل باراليس لعضله اسمها كونستريكتور بيوبيلي ماسل اكيد ده بيقفل ماسكرينك. ومعلش لسه قايلها من شويه قلت ان في عضلتين لذيذ وبعض اهو ما يبصوش عن بعض ابدا الكونستريكتور والسيريال صح؟ فاللي يشيل الكونستريكتور يشيل معاه مين؟ السيريال ويحصل مصطلح مشهور اسمه السايكلوبليشن عشان برضه لو ما تشوف يعني كلمه بس فاجيزس دايما تلاقي وراها على طول سايكلوبليشن. يا دكتور قول لي بقى لان حظنا العضلتين رابطين مع بعض بريسبتور واحد يعني السيريال مصر والكونستنتور بيقول لي مصر اللي هو الريسبتور اسمه ام 3 فاللي في المدرسه يقفلهم الاثنين فدايما هتلاقي كلمتين رابطين بعض بس فاجيزس بيه بسبب الناس عارفه السايكلوبليشن يعني ايه مصطلح السايكلوبليشن يا جماعه؟ لوس اوف اكوموديشن انرفيشن واللي عامله برضو اتروبين وعيد ماشي الكلام تاني الكلام ده اصل بعديها هقول لك اسماء ادويه خلصت مين الادويه اللي بتعمل اكتف مايدريزس اي دواء في الفارما بيشغل ريسبتور اسمه الفا واحد وبعد ما يشغل الفا واحد يعني يعمل ايه؟ يشغل عضله اسمها دايليتور بيوبيلي ماسل فبنسميها اكتف مايدريزس. معلش نسميهم بقى هم عيلتين كبار كلهم عارف عيله اسمها سيمباسو مايدريزس عارفها؟ عايز بقى واحد شطور كده يقول لي السمباسو مايميتك كلها اللي بتشتغل قلب واحد دول دول بص انت لازم الناس تكون معاك دول دول ادري صح شغل الايه صح ده عايزه لا عايزه لا مش صح مش منظمين هاتهم لي جدولين صح هات جدول جدول يا ابني عشان ما انساش حاجه ادري صح دول ده مين مظبوط يبقى مين صح يبقى مين صح بس من الثلاثة الكاتيجوري من الخمسة كاتيجوري مين يا ابني بتاع الثلاثة؟ أدرينالين نور أدرينالين ودوبامين حتى معترض؟ اسمع بس خليك معايا مش بعمل مكتوب عندك أنا لازم أقول لك كل حاجة. طيب قول لي يا ابن الحلال النان كاتيجوري مين كالوني بقى؟ تيجي كده كان في إيفيدرين صح؟ وكان في ألف واحد والله يبقى إيفيدرين معاه بعد كده قسمه بقى تقسيم الكتاب مش مشكلة وكان في أمفيتامين ما أمفيتامين تاخد نور وبيلف شفت اللي بيزود نور ليفن؟ اللي بيزود نور ليفن؟ نور ليفن بيشتغل شغال هو مش نفسه مباشر بس شغال ما تزعلوش. طيب
وضاربين زي ما استخدمنا ده جسم مش ده. في بعد كده بقى عيله بقى اسمها الفا اجنس مخصوص يا جدع الفكره. قول يا الفا اجنس اسمه ايه؟ فارجرين العين اهو. عندك حاجه ثاني وطبعا الكتاب او مذكره مقسمهم تقسيمه ثانيه ماشي حلوه برضه بس ده انت ما تنساش حاجه. هو مقسمهم ايه؟ دايركت ده دولار دايركت في ده ميكسد صح؟ فيتامين ان دايركت ثاني في دايركت. فهو متقسم عندك كده. معلش يا رام عندك عشان اخلص حاجه اقول لك يا رام يا سيدي سيمباسو ماينيتيك. احنا قلنا اول واحد وثاني واحد هيبقوا اكتف مادريز. اسمع استميت الفا واحد يعمل كونتراكشن يدايليتور بيقول لي مصر يحصل اكتف مادريز. طبعا بيحصل دي كونجيشن سيبك منها. المهم دايركت زي مين؟ فيرال فريم. لا اقول لك فيرال مين؟ اقول له لسه في ثلاثه كمان. اقول له عليه فيرال فريم ماشي. انت الادرينالين ودوبامين ونور ادرينالين ده كله بيشتغل على العين. ماليش دعوه بقى سيستميك ولا لوكال مش قضيتي دلوقتي. يبقى هم اربعه بيشتغلوا دايركت على العين يا ابني عشان بالامتحان الله يكرمك. انا فاكر السنه اللي قبل اللي فاتت لما جه السؤال ما كانش الناس كان كل الناس منتظر فيرال فريم. جالهم ايفودرين مدين صح؟ او جالهم دوبامين صح؟ ده كتب تاني اللي اربعه بتوعك كيف؟ انتوا عندك فيرال فريم صح؟ اقول ايه؟ فيرال فريم وده فيرال فريم. عندك اكتب دوبامين كمان عليه دوبامين واكتب ادرينالين ونور ادرينالين يبقى اربعه دايركت. الاندايت هو انفلامين مظبوط انفلامين صح والميكس هو الافيدرين حد معترض كده؟ يبقى عرفت كام واحد بيشتغل على العين الفا واحد ده تجميع عام من النظر ده اسمه سيمباسو مايميتك دروب مش عايز اكتر من كده. بتشتغل الفا واحد بتعمل اكتف مايميتك ركز معايا في اللي جاي ده والجاي ده بيحبوه قوي اسمه الدكتور كوكايين. حد فاكر ايه؟ كان نفس الجدول والله كوكايين ده كان بيشتغل زجل بيعمل ميكانيزمين ورا بعض يمنع الابتيك بتاع النور ابنفرين في نفس الوقت يمنع ماله. فاكر الرسمه دي؟ الناس معاها بتكلموا ولا احترموا كان في نور ابنفرين بيحصل له ابتيك وان فاكر؟ وجاي كان يمنع ابتيك وان فيمنع رجوع نور ابنفرين لا ويمنع كمان في نفس الوقت نظام اسمه ايه؟ قول لي بقى ساعتها يحصل ايه يا دكاتره؟ النور ابنفرين يزيد يا بنات بنات عادي هو كمان ياخد الكرة تعالى يا جماعه عشان ما تاخدوش تسلموا على الصوره مش طايحه عادي بس عادي بس الناس اللي عايزه قدام فيها اماكن كتير عادي بس عشان ما يجيبوا لايك لما الناس اللي قاعده ورا يا جماعه مش شايفه اماكن فاضيه قدام ايه البنات بس السلاح هتحطوه في الحريه ايه الساعه كام؟ الساعه 10 لا دخل على ربع تعال معايا يا صاحبي تعال معايا السكشن تعال معايا في السكشن انت عندك حاجه الصبح كان عندك حاجه الصبح الصبح النهارده كوكايين بيمنع بيعمل الله دكتور طبعا لما نور النفري يزيد هنا هيشتغل مين؟ الفا وان ايه رمى نحن؟ بس يا عزو بالله كوكايين بيسموه في الفارما اندايركت سيمباس ومايلين هنا كده بقى اندايركت وده الدكتور بيمنع الابتيك بتاع نور النفري وده بيمنع موت الصيد فالنور النفري يا ولد يزيد وبالتالي ساعات تعمل ايه؟ اكتف مايلين ودي كل شيء شاطر طيب يا اصغر ايه الفرق بين السيمباسو مايميتك العاديه من كوكايين ان ده بيزود بيشتغل على بيشتغل على الريسبتور يا اما دايركت يا اما بيزود ريزو دايركت بريفرنت يا اما ميكس لكن كوكايين بيمنع ليه؟ بيمنع لطيف. في معلومه ثانيه مهمه الله يكرمك في العمليه كوكايين مخدر موضعي سمعت الكلمه دي قبل كده يا دكاتره كوكايين مخدر ايه؟ ولذلك المريض بيفقد معاه الاحساس اتعلم عليها الصبر يا عم شفت كلمة كوكايين دي سيرفس انستيزيا ولا شفتهاش؟ يعني سيرفس انستيزيا وخدت على السطح فبيحصل يفقد ريفلكسين في الفسيولوجيا بجد كورنيال ريفلكس فاكره؟ الناس عارفه يعني ايه كورنيال ريفلكس ولا يعني ايه كورنيال ريفلكس يا جماعه؟ تجيب قطنه كده صح؟ ما
الشعر الكورني. فالمفروض انه اوريدي يعني يعني هو دي مش تبع مين؟ معنى الكلام ده هو حس، لو مش حاسه بيه يفرض الكورنر بيكس هذا تبع كوين، وكون جندبر بيكس كمان تيجي على الكون جندبر يمشي كده المفروض يعني ايه دموع. المهم الكلام ده بيفرض مع الكوين وليس الليبر. خلاص بقى اسال سؤال ثاني، احفظ لي اسماء الادويه، مين اللي بيعمل اكتف مع ليبس؟ الاثنين بس المارديزس الاولاني تشرحه وانتاجي شبهه بالظبط. الاولاني مين؟ اكيد مسكر جروب. سمعت عن بارا سيلباس وليتك اتروبين وعيلته يا ابني؟ تقول ايه عيلته دي بقى؟ لازم اسالك الرسم عنك كل حاجه. انت عارف اتروبين ده شرحناه بجدول فاكره؟ طبعا لما تذاكر تقول لك الحمد لله خلاص جد لسه واضح صعب. ساعه ونص دي بتضايق بس مهم. حصل كبير عشان هي مهمه. ساعة ونص اللي هي فيها اتروبين سبستيتيوت فاكرها؟ في العين وفي البرونكال كل ده هتعرف لما جايب. فانا اخواننا العين صم ده اخوان اتروبين في العين كان اسمه مين؟ هوماتروبين فاكره؟ وكان الواد اسمه ايه؟ سايكروبين توليك واتروبيكا مايك واقوم اوك اتروب اوك اتروب اوك اتروب اوك اتروب يعني نقراه اسمه اوك يعني بجد يوكا يوكا هو اسمه يوكا اتروبين بس مش هتقول اوك يعني انا بفكرك يعني ما حدش هيسالك عليه دلوقتي شكله اسمه اوك كاتروبين او اوك عشان نسوي بص معايا يقرا كده برسم بس ايه بلوك ماسكرينج زيب بلوك كونستريكتور بيقول مصر يعني يحصل باسيف لاندنج ويحصل لوس اوف لايت بريك سيبك من دلوقتي ويشل كمان السيريا دي مصر يحصل مصطلح اسمه سايك برو ايه ليش طبعا زي مين ناتشرال هم اثنين اتروبين وهيوسين ابو اللي هو سكوبلامين وسلسله جعليه العيله بقى حتى كده صغار كده في مذكره دوما تروبين سايكرو ليه تروبيكا مايك اوكا تروبين طبعا الوحيد اللي ما كانش بيعمل سابوليجيا تقريبا كافي ولا لا؟ بالنظره دي الوحيد اللي ما كانش بيعمل يا دكاتره سابوليجيا لا تي مالوش دعوه هنا بتكلم ان هو في العلم اوكا تروبين ما كانش بيعمل سابوليجيا ترجع الكلام ده نظري والله كده طبعا يوسف السؤالات اللي ترجع لها هناك هتعمل كده لو ايه بيستان طبعا ايرايتس والاصحاب وقدر المستوى في الفطس اللي اهم حاجه يهمني الميكانيزم اللي حافظ اتروبين وعيلته زيهم بالظبط عيله اسمها جانجليون بلوكر الجانجليون بلوكر ده كتر اتروبين لايك يعني حاجه يعني اتروبين ده ولا اتروبين لايك بقى يعني عشان اتروبين بالظبط يعني اذا يا اولاد لو حصل مايجريزس يا اما اتروبين شخصيا يا اما اللي شبهه من الاخر بقى اتروبين ده دوله سايبر يعني ايه ده الحق ده في فارما ادوات كتير ولك احنا شبه اتروبين هنا الجانيون بلوكر كل انسان واحد كده عشان عديد كل انسان اللي جانيون بلوكر شوف احنا نساعد مضمون في العمل لو كنت دكتور زمان كنا ضعنا منهم لازم يكون عامل طيب في سفان هادي وقلين لارش دوز اخواته خلاص انا عايز بس اسماء الادوات اللي انا قلت لها لحد دلوقتي من الحصه وكنت هتراجع عليها في موضوع واحد نظري اسمه جلوكوما وبعد كده في النظري وخش على حته العمل بتاع الاي دوسه بس ثم ان شاء الله حته ضغط نصف الحصه الثانيه وهرجعكم على كده والاسبوع الجاي انا هقول هيبقى فيه مفتوح للعكس خلاص بقيت النهارده والناس كده اللي عايز حاجه اكتب لي في ورقه مثلا انا عايز مثلا موضوع كده عشان الاسبوع الجاي يعني يوم واحد يجيب الحاجات دي كلها عشان ما اعطلش كذا مره خلاص المهم بس خلاص الحصه على كده احنا قلنا النهارده دلوقتي لو قلت لك كام دواء بيعمل ميوزس سموهم لي اسمك بس كام دواء بيعمل ميوزس في الاسبوع ده كده يعني ميوزس يعني بارا سيباسوي ما الجيم مضايع الكلمة ايه؟ بيشغل من الريسبتور نفسك الام 3 رد على الام 3 طيب وقلنا كوانستين بيشتغل ازاي كوانستين بيجيب عليه ريسبتور ايه؟ ابنف طب الواد مورفين بيشتغل ازاي؟ سنتر جدع بس صح سنتر على حتة اسمه بيدرس يشغل السيرد نيرف تطلع من الجانجليا استالبولين شغال العضلة طبعا بيتقفل بالتتالي تقفل الريسبتور بتاعه فوق او تقفل الجانجليا او تقفل الماسكارين طب المريض اللي كان معاه نصين اكتف مين ومين وبس مين ومين اكتف سيباسو ايه؟ اللي هم الفا واحد شغالين الفا واحد شغال واما كوكايين صح؟
ايه الفرق بين السبسول والكوكوبايل؟ الكوكوبايل بيها في كده السبسول بيها. اما الباسف او باسف هما اثنين متوأم اطروبين واللي شبهه، يعني اطروبين واخواته كلهم عيلة اسمها بارس السبسول واللي شبهه اسمهم جانجليونيك ايه؟ لا بس السبسوليتك ما حكتنا جوانستين بس منهم. ما بين ما عملوش ايه ايش عمواني عشان كده ملوش. يعني هو الفكرة يقول له ايش عمواني جوانستين وحيد اللي بينه ادروس. وحيد. نعم. بارس البسول مين؟ ايه بارس البسول. ايه المصاب عمواني. ايه لو افترضنا ان في سؤال نظر جاي بالعين. طبعا اللي فات كله نظر العملي بس هو راح بكلم عملي. السؤال النظر الوحيد اللي يجي في عيني يا جماعه من اكل وجلوكوما يعني ده الوحيد اللي ممكن يجي نظري لو سمحت وجلوكوما كلمتين على الاجنحه من الفات وهم فيها ادويه صغيره بس الاثنين ركز مع الصبور الناس فاكره ان اسمه جلوكوما ولا لا؟ وجلوكوما يعني زينا فين ولا لا؟ ليه في الاوكرا ايه؟ بريشر خليك معايا زياده في الانترا اوكرا بريشر حاجه من الاثنين ولا لا؟ يا اما زائد تصنيع الاكوس خيوما صح؟ يا اما قال لي ايه؟ الدم بتاعه. هو التصنيع كان بيتم في ايه؟ والدرينج كان بيتم في ايه؟ طبعا عشان ابطلت بالرسمه مش عايز ارسم ولا حاجه، بس افتكر يا عم الرسمه اللي بنعملها ايه؟ عشان اطلع من زمان على فكره. دي عينه ايه؟ بص الحته دي اسمها السيلياري بادي، ودي دي اسمها السيلياري بادي. ادي السيلياري بادي يا ابني اللي بتصنع فيها الاكوس يوم. صح؟ وهنا في قناه اسمها القناه الايه؟ شتيم. طبعا القلب دي بيسموها انجل اوف فلتريشن. ركز بقى معايا. طبعا احنا عندنا الجلوكوما مريض يعاني من زياده في الهيدروبين، يا اما عنده زياده في التصنيع بتاع الاقوس يا اما نقص في الدرينج. وهم نوعين كبار، في نوع اسمه كلوزد انجل جلوكوما يعني القناه ضيقه. وفي وايد او اوبن انجل جلوكوما. ركز معايا يعني انجز، هو كده او كده انا هتكلم على الادويه بس الاول. يا ابني انت مهمتك في علاج الجلوكوما ايا كان نوعها ان انت تقلل التصنيع حتى معتمد. قال لي ايه؟ قلل التصنيع اقوى ازاي؟ هنا في بلوت فيزل في الجهاز السيلياري بادي. فهمت؟ يعني ايه فهمت؟ يعني بلوت فيزل دي يا ابني بتجيب دم من السيلياري بادي فبالتالي بيعمل ايه؟ تصنيع بكلمه كبيره. ايه في هذا البلوت فيزل؟ اعمل له فازو ايه؟ وانت دم بطريقتين يا تشغل الفا 1 يا تقفل بيتا ايه؟ بس وبعدين زي وطبعا اعرف النهارده ان في ريسبتور اسمه الفا 2 اول مره نسمعه في السيلياري بادي. اقول لك بعد شويه. يبقى ده من اول طريقه تقلل التصنيع. تعمل ايه يا دكتور؟ تاني اهو. تقلل البلاد سبلاي راس الاستيلاري بادي، تقلل تصنيع الاكوس يوم. في ايه الايوريك؟ وطبعا ما تنساش دواء خدناه تبع الدايوريتك اسمه كربونيك انهيدريز انهيبيتورز. اسيتازولاميد واخوات كانوا بيمنعوا هذا الانزيم يمنعوا التصنيع برضه بتاع الايه؟ الاكوس. عين زولامايد في الدايوريتك هتلاقي رقم جدول رقم اربعه في الدايوريتك. فدي كلها حاجات بتقلل السنس. دي طريقه. الطريقه الثانيه يعني ايه؟ افتح القناه. وقلنا من شويه نفتح القناه ازاي يا جماعه؟ هنعمل ميوزس ولا مدريدس؟ نعمل ميوزس؟ لما تعمل ميوزس طبعا بتشد الايرس بعيدا عن القناه فبيزيد الرينج بتاع الجهاز الاقوس بره العين. يبقى انت مهمتك من الاخر كده اي دواء بيعالج جلوكوما حاجه من الاثنين يقلل التصنيع سنس او سكريشن يعني يا يزود ايه؟ الرينج بس لو انا وصلت الدواء يعني اعمل حاجه من الاثنين دول يبقى انا شغل خلاص؟ عادي الكلمه اقول او على فكره ادويه مشتركه يعني عندنا ادويه هنا هي ايه؟ ولذلك انت هتبص فوق هتفهم او تقلب من تحت هتحفظ صمت هو هتحفظ في مكان واحد. هما نبدا اول نوع عامل جلوكوما. اول نوع جلوكوما اسمه عندك ايه؟ كلوزد ان وبيسموه اسم ثاني اكيوت جماعي اكيوت جلوكوما. حاله طوارئ. لما يجي واحد القناه بتاعته ضيقه او مقفوله يا ابني ما ينفعش تديله ادويه تروح. يقول لك يا ابني انت لازم تروح اهو. اهو نيد شفت هنا دي؟ نيد سيرجيكال انترفينشن اسمها اي ديك. المهم دي جراحه في السنه الرابعه ان شاء الله تبقى سبب تقسيم الاجدام. ده نخش جراحه طوارئ. هقول لك حاجه، عارفين ازاي ده ولا ازاي؟ هل ازاي دي عمليه بتعمل بمزاجنا ولا طوارئ؟ يعني الله عليه مريض الدكتور وبعد ما يجي زي ده ان شاء الله يكون قريب ولا ملهاش طوارئ تمام؟ هكذا الكلوز جلوكوما. لما القناه تكون مقفوله مقفوله كامله يعني مش هلاقي لازم جراحه طوارئ. بس قبل الجراحه بساعات اللي هو ماسك تصوير المريض بياخد شويه ادويه هدفها الاقل ايضا اسمهم بس اسمع رقم واحد بيوتيك قلنا الويز بيعمل ايه؟ الويز بيعمل ايه؟ قال ايه؟ ارجع لها بقى في النظر كده بيعمل ايه؟ طبعا في واد اسمه فايلو كاربين بيحبوه جدا ده بيرد شويه. وفي واد اسمه فيزوتوبين ما بيحبوش لان فيزوتوبين قوي شويه.
قبل كيزو عنده نيكوتينيك كمان وما بيعمل اكستريم. شفت الاكستريم دي نزل في جباه وبيعمل كونجيشن فبيحب ماء لو كاربين اعليه. اثنين كربونيك انهيدريت اسمه اسيتازولامين عندك منه راس في منه الجروس على شويه تحت. في اوزموتيك ايجنت الاوزموتيك اولاد زي مانيتول فاكر مانيتول اسما بس. في دواء جديد لسه هنسمعه مره النهارده هيجي في الامتحان باذن الله. قلنا سؤال واحد نظري في الاي هو ده هناك هتلاقيه مكتوب تحت برايمينوجين برايمينوجين هنقوله بعد شويه سيبه سيبه اربط قلبك. ثم ريسنتلي طبعا ميتا بروكر حد فاكر اسم الواد ميتا بروكر بتاع بيت الهجوم او ما نسيناهوش. المهم انا قلت الكلام ده بسرعه ليه؟ لان السادتك مش هتذاكر الادوار هنا دلوقتي كلها هتيجي تحت بقى هتلاقيها صوت تحت كلها جايه. طيب جابنا مريض يا ابني اوبن انجل ريكورد عملنا له فحص عين لقينا القناه مفتوحه الحمد لله خلاص تمام نورمال. اقول له خلاص هعمل لك عمليه عليها ما القناه مفتوحه يبقى انت محتاج ميديكال تريتمنت. ده ياخد قد ايه؟ ده اللي بيخصنا في الفارما هياخد كام دواء وعون اللي هي سبعه. مهمتك تعرف اسم الدواء والميكانيزم وبس. هبدا برقم واحد قول لي مايوتيك هيدروكس ليه؟ لا قول لي عشان تبتدي مواسيبك اختار يعني السنس ولا يزود درينج عايزاه درينج قلت على مكتوبه قلنا قبل مره بقى عشان مش هسمعها تاني. الميوزيس بيشد الايريس بعيد عن القناه المشتبه فيفتح القناه فلما القناه تتفتح يزيد درينج يبقى جنب الميوتيك الله يكرمك يزود درينج بتاع الاقص يعني واحد ميوتيك سهل. اثنين كربونيك انهيدريز الهيلبر جابه من التفصيل هنا بقى عايز تزرميت ده اقراه في منه ايدروس موجوده في الدوريك دور زولاميت اكروب طبعا زمان دوريك كان حاجه اسمها دوريك جدول اسمي كده عيان. المهم يا اولاد والله دوريك دي كلمات هي جدول بس برانش كامل وحد اللي يقول. المهم هتلاقي في رقم اربعه دور زولاميت وبرين زولاميت بيحبوهم جدا بلوكوما هايدروكس. معلش حكي الميكانيزمون في كلمه يا جدع يا لسنس صح اكتب جنب كربونيك انهيدريز انهيبيتور يا لسنس. يعني عندي اثنين ببلاش اهو ميوتيك ودرسناها في البارس المسافة وكربونيك انهيدريز انهيبيتور في الدايوريك يعني لسنس. خش على رقم ثلاثة سيمباسو مايميتيك ادروس ده اسمه ادرينالين والامر ما قلناش هتقول لنا اخوه داي بيفرين فاكره؟ حد فاكر دي كلمة؟ حسب الله ده اطول قبل استخدامه مش اطول يعمل باصه ايه؟ يعني بلاص صبار يعني انت جنبها بس فكر مثلا ايه السنس الادويه دي يا ابني اللي هي دايبيفرين واقول لك طب معلش انا عارف انت لسه ما سمعتش نظر بس برضه ده ليه كناش بنحب اجنبيين ونحب اللي هي دايبيفرين انا دليل لوكال كان بيحصل له ديستراكشن باي كير نسيت ولا ايه؟ اديني ولاد لوكال كان بيتكسر بالدموع اللي عملها القرايب وقلنا الحل ان البديل اسمه دايبيفرين كان ستيبل في الالكلاين تير. كل الكلام ده عشان مسك النقطه دي مكتوب يبقى جاي برين ان شاء الله ربنا يحيينا بقى هنعمل جدول ان شاء الله يا جماعه هنرجع عليه. اول اسبوع هنعتبر ان النهارده الاربعاء صح؟ هاكل الاربعاء اللي بعد كده باذن الله على خير صح؟ اللي مش عارف انا بظبط وضع بطنك اهو. تعالى لحد الاربعاء اللي بعد كده مش قريب مش 18 يوم بعيد. الاربعاء اللي بعد كده قريب. هتقول لي اعمل ايه؟ اول اسبوع هتذاكر كل المواد بما فيها فرق. بما فيها فرق. ايوه اسمع بس سمنه من الاربع الجاي كل الخميس يعني انت مثلا 8 ايام من المواد كلها الخميس بقى مش اللي هو بعد مش بكره الخميس الجاي تبدا فارما بيو ليه؟ دخلت الامتحان لو انت ظبطت الفارما هتلاقي نفسك بعد كام سنه فاهم اي حاجه قدام كل ماده وانت انا ظبطوها ساوند تايم يا دكتور هو انت عندك فارما من الاربع يوم التصوير من السبت صح؟ السبت ايام هم ثلاثه أربع خميس لو من ثلاثة طلعت نام ولا إيه؟ نام عقل نام نام يا ابني نام نام من زمان في مصر مين اللي نام نام؟ واللي نجح نجح ذاكر ذاكر المهم إن شاء الله ربنا يكرمنا عندكم جدول تعالوا مش هتكسبوا جدول أنا بقول لكم جدول ثلاث أيام ونقعد بقى ماشي؟ عليكم معايا الصبور قوي اسم الادرينالين ودايما فريد مش هنقف واحد استعجل عنه ثم بيتا بلوك تامر حزن على التام تيمولون بيتا بزولون تيمولون بيتا بزولون ليبو بنون. المهم يعني اول واحد ده اشهرهم جه في الامتحان طبعا ده قبل كده
والتسلول برضو متعمر ما تزودش. مالو يا دكتور؟ نفس الكلام. الفلو بيتا فبيشتغل غلط في واحد، الفاير بتعمل ايه؟ باظ وفريستريشن. يبقى بص يا ابني السنباس ومايمت واللي تحتهم بيتا دوكر بيعملوا السنسز برضه. خلاص؟ تعال نصل فيك التولرنس ريزولوشن سيبك منها. بص يا سيد العزيز ايه اللي ماسك؟ سؤال الاي وحيد نظري اللي جه قبل كده، وحيد نظري جه في جوجل ميب كان هو الدواء. One of the following drug alpha 2 agonist used in treatment of glaucoma. علم عليه؟ ده سؤال عايز النظر اللي جاب كده في الايه؟ ميد اي. اسمه الفا 2 agonist. على فكره اولادك في الجامعه بتدرس عشان نخلص يعني السنسز. الفا 2 هتدرسوها في الرمض ده عندنا احنا. الفا 2 ريسبتور موجود في السيلياري بادي شخصيا. الفا 2 ريسبتور موجود في السيلياري بادي. فده التصنيع الاقوى في تيومر نفسه. وبالتالي ادويه الفا 2 agonist في ادويه منها شغاله في علوكا. ثاني عيله اسمها دواء اسمه برايمينوجين علم عليه صم. برايمون نيدين وفي ابرا كلونيدين. ابرا كلونيدين ده واضح ان هو اخو كلونيدين. فاكر كلونيدين؟ كلونيدين ده كان بيشتغل فاتو اجنس بس ده بقى اللوكال بتاعه. قال لك يوز اونلي فور شورت تايم عشان كده احسن تاكي بلاكس يعني تولرانس. والبرايمون نيدين قال لك بيعمل اقوى سيكريشن وهيزود الاوت فلو يعني يزود الايه الرينج بتاعه يعني. ما علينا. السايد افكت بتاعته دراي ماوس وفاتيج والرجي كل النهارده. احفظ بس اسم الشباب. عندي برايمون نيدين وابرا كلونيدين الاثنين دول الفا 2 اجونست في جلوكوما. سؤال سهل اهو حرام ايه؟ ده الجديد تقريبا بتاعنا لحد دلوقتي. ثم عندك بي جي. ايه بي جي ده؟ بروستاجلاند. لسه هنسمعها ان شاء الله في الترم الثاني. اف 2 الفا ده ادويه اسمها بروست. اما ده ما اعرفش برضه على قومي وداعي. بروست في لاتانو بروست. تروغا بروست. بي ماتو بروست. اكتب يا فوق كده يعملوا دول. بس اكتب فازو كونستريكشن. حد يكمل بقى. ده بيعملوا فازو كونستريكشن ده بس بلار السيريال يبقى يعني السيريال في العالم. يبقى يعملوا فازو كونستريكشن. وعلى فكره اقوى ادويه بقلل الجلوكوم. اقوى ادويه او ذا موست بوتنت اوبيوت هايبوتنس دراج. اكتر ادويه بقلل الجلوكوم اللي هو علم بروست. ماشي؟ سايد افكت هايبر بيجمنتيشن مش عارف. بنزين بقى هتقول لي الميكانيزم عشان اخلص كده منهم. وبنزين كان بيعمل ايه من شويه؟ ميوز. ايوز. ايوز يعني. لان الابتيك بتاع النور النفي ينفع بيعمل ميوز. الفازل ده يا جماعه يفرق معانا فين؟ قال بعد يزود الرينج بتاع الاخلص قال الغيوبي. ماشي؟ سبعه اللي هي تقريبا اسمائهم. طيب الدرجات الممنوعه في جلوكوما اكيد يا اما واحد. ها؟ زود السنسز. الفرنج. اللي بيقال الدرينج يا ابني اي واحد بيعمل مايجريزس بوم وهو مطلوبين واللي شبهه. اسمع الدرجات اللي بنعرف جلوكوما برضه عشان لو في سؤال ام سي كيو. فارس الماسوري مطلوبين صح؟ اقول لك السؤال الثاني يقول لي ليه؟ يعني بيقول بروك ليه؟ مطلوبين لايك. طيب اتش 1 لوكا ده ما سمعناهوش لسه اسمه دايف انا بعيد في الترم الثاني. وسام انتريزم اسمه دايزوبرامايد. الاربعه الاوائل دول كلهم انتوا عاملين كيم واحد مطلوبين لايك. واحد بقى شاطر يقول لي لما الأربعة دول يبقى أطلبين لايك يا جماعة يعملوا في عيني يعني. الأربعة أطلبين لايك يعملوا في عيني. مايتريز يعني ساعتها أحسن. المايتريز زمان زمان قاعدة عامة في العين. بوش فاكر بوش؟ الأيريس ناحية القناة. فلما تقول أيريس ناحية القناة تبقى القناة تفهم. بنزيد الأيوبي. يبقى أول أربع أدوية أو أربع تاني معلش أطلبين واللي زي. في دواء اسمه جلدون بلوكر لأنه أطلبين لايك. في دواء في الترم الاول الثاني لسه اسمه دايفين هيدرامين ده اطروبين لايك. ودايزورامين ده ارجع له الجدول الرسمي. هتلاقي الجدول الرسمي رقم 3. هتلاقي كاتب سيادته مكتوب كده انت كاتبه بايديك. ده اطروبين لايك وكونتر انديكيت في جلوكوما ما طلعش. وطلع رسمي. يبقى عايز دواء اطروبين لايك ونفع ايه؟ الجلوكوما. في اثنين كمان. واحد اسمه نيتريت يطلع عليه فاز ظريف. عارف انت فاز ظريف كل ده يكون مين؟ ايوه ده درسينها برضه. مش هتلاقي كان بيظهر يومين؟ النيتريت بالاماره من ضمن السايد افكت اللي بيعملها هيليك. فاكر؟ فلاش هيليك وزاد اي وي ماشي. وفي كورتيزون ده ترم تاني اللي عايز يعرف لنفسه ويعرف مش عايز يوهرني. ده بيعمل سودا موتر ديتش فبيزود الميه ولا فبيزود اي وي. الكورتيزون ده ترم تاني لسه هو ما قالكش ميكانيزم بس يعرف لنفسه. صوديوم ووتر ريتنش. دي حاجه غريبه. عملت الصفحه دي ولا انت الفاضي روح ده انا مش فاضي. ايه انا بصراحه مش ضعف وقت انا ممكن فاكر حته انا ممكن اقول واحده بس. الصفحه دي من الاداره يا عم انا
اللي هو انستيزيا. ممكن اقول لك انستيزيا بس ايه كان علومه والباقي كله ده لما تبقى دكتور رامون مش قرار جديد ان شاء الله. انستيزيا بتاع طاي في حاجه اسمها سيرفيس ما شاء الله بس عشان نفهم كده سيرفيس انستيزيا في الفلتريشن انستيزيا. يعني سيرفيس انستيزيا من بره انستيزيا على ايه؟ على السطح من بره. طب يعني ايه فلتريشن انستيزيا؟ انستيزيا بتخترق التيشو جوه. ايه علامه بتاعت الموضوع ده؟ السيرفيس انستيزيا اعرف هما مين؟ هما اتنين كوكايين فاكره؟ طب اسال سؤال كوكايين ده فقدنا معاه ان الفيلم اللي شويه كورنيا اللي هو طيب اتنين بحرف السي تبع كوكايين كورنيا وكورنيا فيكس ده بص بقى ده اسمه سيرفيس انستيزيا كوكايين وتترا كاين في واحد اسمه فيلتريشن انستيزيا يعني ده بيخترق جوه التيشو ده اسمه بروكاين ولينوكاين ده عايز دلوقتي يبقى خطر كده قوي تعالوا نجيب العمل يلا الاول قبل ما نتوه من بعض بسم الله الرحمن الرحيم ناكد احنا خلصنا العمل بس اخر واحده الخضار الكبسه ومعها الصبوره الاي سهله لو انت حفظتها مش في دماغ غير هنا مفيش كلمة مرسوم يا حبيبي حد يا راجل كل جيبك كده عامل لايك بقى ده كده عامل رقم 2 اخر اخر تسجيل بكره على فكره اخر تسجيل بكره الترم ده بس صح صح يا جماعه بس ده بقى بص معايا الاي طبعا لو سيبت قبل الصفحه معلش قبل الصفحه مش هتلاقي رسمه ده سؤال اسئله غير هتلاقي مكتوب كلام واحد يعني ايه ايه بس بص يا عم الحاج ايه ده مظبوط عمل ايه الاول ماي بيس طبعا هو في امتحان في الجانب بيدخل اظن مع بعض يعني يقول ايه يبقى اجنبيين بص معايا الصبوره يا سمباس وماي مين لسه يوم شويه فاكرهم مش عارف الفا قول لي اسمهم تاني ادرينالين لان ساعات ناس يقول لك ايه ما انت ما قلتش الدوبامين ده في الحوار اديني قلت يا سيدي بس كده معلش دوبامين بس دوبامين معاه ما قلتش ان فينال فري ده فينال فري هو اللي بيجي في الامتحان اما سته سته بس هو اللي بيعملوا ايه ماي بيز طبعا سته فاكر اكت ماي بيز من شويه صح؟ سته يا اما يا بيه كوكاين يقول لي ايوه حبيبي قال لي كوكاين بيشتغل ازاي؟ بيمنع الاوبتيت بتاع النور من افن ويمنع النام يا اما بارا سيمباسو لينك ايه؟ اتروبين معلش عن بره اتروبين السؤال بيقول لك تعرف ازاي التلاته من بعض؟ حلو اسمع الصفر الاولاني ملوش علامه مميزه قال لي علامه مميزه يعني هو تمام بيعمل اسمه بس كل حاجه فيه زي يعني هنسمع دلوقتي في حاجه اسمها لايت ريفليكس بتاع حاجه اسمها لايت ريفليكس انا مش هقولك عامل ازاي انا بس عايزك تفهم معناه وفي حاجه اسمها كورنيال ريفليكس متفقين؟ بص يا ابن حلال السباس وليك احنا ممكن نحفظها بكذا طريقه بس دي بتبقى اسهل طريقه السباس وليك ما عندوش حاجه غلط هو بقى مدرس بس اللايت فيكس تمام كورنيال فيكس تمام كل حاجه فيه تمام يعني ما عندوش غلط ما بيعملش حاجه مشاكل ثانيه مايدريزيس وبس اما الكوكايين بيفقد قلنا 2 سي كوكا اي يفقد ايه؟ كورنيال او الريفلكس تاني اسمه ايه؟ كونجنكتايف متفقين؟ لان انا سيزا يا ولاد مش عملنا كده؟ يبقى الكوكايين بيتعرف ازاي يا ابني؟ في الحاله دي فقدت هو ما تصبر
بس فقد ايه كورنيال او كونجنتال اكسترنال اللي دايما هو الكورنيال فيكس. طيب قولي ماشي ما عارفه ايه في اسمي كورنيال فيكس فقط يبقى كوكايين ما تفقدش دايما. طيب هعرف برسم باسوليتك ازاي؟ حاجه سهله اسمها لايت فيكس. معلش سؤال صغير كده مش تبقى فاهمها برضه مش حافظها. لايت فيكس ده كان بيتعمل ازاي؟ سنه اولى اجيب عين ايوه اجيب قصدي طرش اجيب طرش واوجهه كده على العين صح؟ المفروض لما انا اوجه على العين يحصل ايه؟ لان الكونستيتو بيبي ماسك شغال وده حمال العين. طب لو انت لما انت مطلوبين سيادتك انا بشيل هذه العضله ولذلك ساعتها بنفقد لايت فيكس. يبقى مين اللي بيختار لايت فيكس يا ابني؟ الوقت اطروبين وعلق وطبعا كان بالاماره بيفقدوا كمان الاكوموديشن اوف نير فيجن. بعدين انت بقى مش فاهم معاك ده انت بدل لايت سيرا والله السم بس ومجدك ما عندوش غلطه ما ديس بس. طب اللايت معاه ايه؟ تمام. والكورنيال تمام. طب كويس تعرفوا ازاي؟ فقط مين؟ كورنيال فيكس. طب تعرف ازاي الفرس انت سوريتك؟ ها؟ فقط اللي مش فيكس. طب معلش بقى يقعد سالك نظري بقى ايه؟ يبقى حالك كمان سالك من شويه. قول لي الكوكايين بيشتغل ازاي؟ في جانب ايه؟ يمنع النطيق بتاع نور النمر ويمنع منه صح؟ طيب قول لي فرس انت سوريتك بيشتغل ازاي؟ بيفيرو ريسبتور اسمه ايه؟ ماسكريتك كلمه ثلاثه. طعم بيحصل مع فاريزس بس قلنا بس صح ولا اكتب بس قلنا سايكلو ايه؟ عفوا ده من بعض سليم؟ يعني لو جينا دلوقتي اطرب بتاع فاريزس فعلا عفوا ده من بعض؟ طب اسال كده رد عليا جالك ارنب هقول لك جالك ارنب وحطه في عينيه اطرب تعمل مايجرين شوف معايا بقى رد عليا ثم عملوا تيست لللايت ريفليكس ركز معايا تيست لايت ريفليكس لو انتك يعني شكلك لا يا سيما يا كوكايين يا سيما سوالي طيب ثم عملوا تيست للكورنال ريفليكس لو لوست يبقى ايه؟ اهو هياخد سيمتي هنا اهو طيب عملوا جاب وقعدوا جابوا فاصلوا اي حاجه حطوا في عينيه قطر عملت مايجرين حلو عملوا تيست لايت ريفليكس لو انت عملوا تيست للكورنال ريفليكس لو ايه؟ انت قلت كده انت قلت برضه شكلها برضه يبقى ده سهلة لا دي صعبة حتى مريض ايه الصعبة اللي فيه؟ لا مشكلة يبقى كوكايين حرفين سي بياخد معاه اتنين سي سي ايه وسي ايه؟ كورنيال كونجنكتيفا ريفليكس ولا سي سؤال؟ لا الوحيد اللي بيفقد ريفليكس هو ده مصدر الوحيد اللي بيفقد لايت وده الوحيد اللي بيفقد كورنيال وده ما بيفقدش حاجة يعني لو سألتك دلوقتي اللي فقد لايت وحيد هو ده واللي فقد كورنيال وحيد هو ده واللي ما فقدش حاجة خالص هو ده يعني لو جالك مثلا انا طبعا مش عايز ارتبها ترتيب معين عشان ايه؟ ما نبقاش حاسين على الترتيب جالك ارنب وحط دي اطر عامل مريض عمل تيست للكورنيال الاول لا ايه؟ لا ايه؟ عمل تيست للكورنيال الاول انت يبقى اقول له كده مش ايه؟ مش كوكايين يبقى انا احتمال من هي ده صح؟ اكيد عامل تيست لايت لا انت يبقى سيب ناس هم ايه؟ طب قصدي هي بتحس كده يعني شفتوا كده هم ثلاثه اولاني تماما ما بيفقدش حاجه الكوكايين بياخد اثنين بحرف السي كورنر وكونجنتيفال ريفليكس السباس اوريدي بياخد حتى ليتك بوس ليتك بياخد اللايت ريفليكس انا في امتحان بس حد والله مظبوط في شعره قلت له بقى مفهومه بس تعالى ساعه تبقى دينا ضم بعد بقى نفسه في شعره تعالى ايه الشعره ايه اللي لايت وسي وسي كورنر وكونجنتيفال هذا الموديل تعالى نخش على الموديل اسال منه ان شاء الله لو زادتك ركزت معايا اسمع بقى معايا المايوتك يا ولاد جاب لك قطره ثانيه بتعمل ميوز قول له ماشي بص هي سهله خالص ازاي دي بقى محتاجه مذاكره نظري تمام هنخلصها دلوقتي برضه قول له الميوز ده بتاعت ويتشز ولا بدون ويتشز اسمع معايا دي المايوتك ادروبس هي سؤالين وانت اللي هتجاوبها دلوقتي لو قال لك ويز تويتشز معاك ويتشز قول لي يبقى ايه يبقى اكيد مين ومين مع بعض شبه ايه؟ قول لي بقى كده شويه مصريين قول له كلهم بص معايا قول له كلهم صح اصل هم كتير طيب نو تويتشز قول له دلوقتي انا احفظهم منهم ايه؟ قول ايه؟ ماشي تويتش دلوقتي بيبقى ماسكارينج بس صح؟ مين بقى اللي كان ماسكارينج بس؟ طبعا في النظري هو كان واحد العملي بجد بتاع كان ثلاثه عشان طلعوا صراحه واحد بس هيبقى زهق بص هما في النظري كان واحد بس وحيد ماسكارينج فاكره بيسالي فول في العملي قال لك في اثنين ويتني كوتينك خلوهم في العملي ايه؟ ماسكارينج بس يبقى هما الثلاثه اللي ما بيعملوش ماسكارينج بس هما مين؟ مين؟
دي تاني كور ده حافظين كلنا النظره من عندي فايلو كاربين عرضه وفي بيساكولين بس ملوش قش عليه قوي ماشي خليه معانا احتياطي لما تجوا معانا الموديولات زياده احتياطي احسن يبقى في تاني ادويه ما لهمش تويتشز دي ما لهمش تويتشز لانهم يا بيه مصريين بس تاني ادويه بيه تاني كور فايلو كاربين وميساكولين طبعا جيت كده وقالوا لي عليه كده قال لك سي مستر كريم انا مش ما بيشتغلش معايا بس قال لك يعني كارباكول فاكر كارباكول فاكر فيزوستيجمين نيوستيجمين اورجانو فوسفاس كومباوند ده كله كده يا بيه هو مستر كريم وايه تبقى سهله المايوتيك ما من اثنين ويستريتشز ولا بدون تويتشز قال لك بدون قول له بدون يبقى مستر كريم بس في فانيكول واللي جنبه كان بالجدول بايلو كاربين ومسا كلين ساعات في ناس بيقول لك ما تعبرش خالص يعني كنتوا جنب بعض برضه اما اللوت ويتش المسكنه كل مدرك هم مين يا جماعه المسكنه كل مدرك قول له كل اللي فات استر كلين شخصيه لو اشتكى كارباكو في الجدول الاولاني الجدول الثاني كل فيس ونيو وورجان فوسفا صح معايا ولا لا يبقى دلوقتي الموت سهله هتحفظ دلوقتي هتطبق دلوقتي قدامك قال لك قدر القطره بتاع العين ما عنديش عقبه لا ميوزس ولا ميوزس طبعا دي راكب عليك خلصتوا على السماعه دلوقتي مين كم واحد عامل مدريتك يا ولد كم واحد عامل مايدريتك مين هم بس مايدريتك بروتين بارس الباسوريت او مين هو هو اللي بتعرفهم من بعض ازاي بس مايدريتك ماله مش عارف طب الكوجين بيعمل ايه كوجين نعمل ايه طب بالنسبه للبارس الباسوريتك لايف ياخد لايف ياخد وان بليك طب الميوتك تعرفهم ازاي ويست ويتشز يا مين تي قولوا تي قولوا تي طب نو تويتشز هم ثلاثة هم اثنين صراحة بس احنا كلام ثلاثة احتياطي هم بي سانيكول فايلو كاربين وبي سابولين دلوقتي اللي مروحش نيكوتين والباقي كله بتويتشز دي نيكوتين خلاص طيب نقصتك الثالثة والأخيرة بقى اقدر النقطة بتاع العين دي ما عندش حاجة لا ميوزس ولا مريض قال لك نو تشينج وبيو سايز العيمان بتاعي ايه؟ قال لك بتأثر فقط عن احساس بتاع الكورني يعني بص يا ابني قال لك اهو اف دي بقى ما فيهاش ايه فن اف نوت اولتر بيبل سايز يعني حطينا قطره في العين معلش دي هذه اناستيزيا الاناستيزيا خدناها من شويه اسما في النظر الحظر العامي بقى سيرفيس وايه؟ وانفلتريشن كده ولا لا؟ قلنا يعني ايه سيرفيس؟ سيرفيس اشعه سيرفيس بس يعني ياخد الكورنال فيكس صح؟ قال لك بص يا ابني هتعمل تيست للكورنال فيكس لو رست يبقى دي سيرفيس انستيزيا تقول لي الكوكايين اقول لك كده كوكايين ما ينفعش ما اثرش على السايز بتاع العين كوكايين يا ابني كان بيعمل مدريد صح ابوه بقى هو اللي بيشتغل اخويا ابني اسمه تترا كاين يبقى بصي على لو اليوم ما حصلهاش حاجه يمين ولا شمال بس فقدنا كورنال ريفلكس اسمها لوستين فقدنا كورنال ريفلكس هنسميه تترا كاين لسه موجود الكورنال ريفلكس هتسميه بروكاين كان ما يجي حفظ حتى كان دي جابيها شوية ايه؟ هو السيرفيس بناخد الكورني الفلتريشن بيشتغل جوه في الديب تيشو فكونا بيب لسه موجود الاثنين ما بيعملوش حاجة في الجيوب لا مدريس ولا ميوز اللي هو احنا قلنا من شوية اللي هو بتاع بروكاي مش قلت من شوية يعني الفلتريشن بيختار الديب تيشو جوه ما بيشتغلش على الكورنيا من بره الكوكايين بيشتغل على السيرفيس بس الكوكايين بيعمل مدريد هنا بقول لك نوت تشينج بيت سايز الكوكايين بيشتغل على السيرفيس بياخد الكورنال فيكس بره ويختار جوه التيش ما يعملش انستيزيا بقى جوه بيشتغل ايه؟ بيمنع نور النيرف هو اللي بيشتغل جوه يعني هو الميكانيزم يمنع التيك بتاع نور النيرف فاللي بيشتغل جوه مش الكوكايين نفسه نور النيرف الترانزيتور بتاعه لكن اولاد يبقى هنا لو انا اخر حاجه البيوبل ما تاثرش يمين ولا شمال يبقى اقول حاجه ممكن يا تترا كاين يا برو كاين كورنيا اتفضلنا طيب حتى عارف ايه بقى يبقى مش هلاقي حاجه بصراحه عمال ادور على حاجه مش قلت عايز زمان نرفع لك اقول لهم قلت لهم حد قلت لهم لو لقيت نص حرف تي تبقى تترا كاين قال لي انت لو حرف تي قلت لهم ماشي بقى هي عادي يعني بص تترا هتيجي واحده وتتهين هنزعل بص روست وعارف في ده طب مشاها كده وربنا يعوضها روست انا عاوز
عايز حاجه سوا خالص. ها حد عنده حاجه تمام تشتغل؟ اه بوست تترا ماشي. المهم هي بوست اربع حروف تترا تنفع حرفين كده. ايه اللي انت قلته؟ تطلع بوست احفظها زي ما انت بوست. لو انت اديت الانون الفيرست ده بايو كارد يعمل ايه؟ على فكره هنا ممكن كذا اجابه لو فيك اختار يلا اي حاجه يمكن اول وقت بس عوض يمكن زي وين؟ لا لوس اوف لايت لا هذا الله اتمنى شغاله بس لوس اوف كورنيا لا يمكن زي وين؟ ارض زي هو فيت لايت اي انا ما اثرش عليه طبعا تبدا باللايت اهليتك بس. طيب يبقى الاجابه دي ايه؟ طيب احنا كده خلصنا فيست على النقطه ده سكند ادون هو عمل مايليزس اختار من السؤال الاولاني سكند ادون هو ممكن يكون دي نتيجه حاجه يا بيه لا هو ما مين سميهم الارقام لا هو كذا حاجه ايوه بس هم مين سميهم ممكن يكون اترولين صح وكوكايين وفيدرين مش عارف هو بيكون تاني على الإجابة بتاعت الأنون بيكون تاني حاجة من ثلاثة تاني هو يا إما أتروبين يا إما كوكايين يا إما إيه دلوقتي تبدأ إيه وزعت بقى السؤال رقم كم كده ست examination of all after اسمعوا ركز استشهد مستكن لقوله هو مريض reveal a loss of life intact cornea دي جبت اطلاقي اختار يلا بصالة علاني بجد أتروبين شو طاق ايه ولا بيه؟ يعني كمان اطلبين ايه ولا بيه؟ ايه لوس اوف اكوموديشن ولا نو افكت اون اكوموديشن؟ يبقى ايه وسي صح
ايه وسي مظبوط. ايوه هو كان زمان كده دلوقتي مش كلام منه يا جماعه. زمان كان في كذا كتاب وكان على فكره بيبقى اصعب. دلوقتي بقى شوف هات لي اشكال يلا اون ذا وايز فيرست اند نوتر. سؤال ذلك اول سؤال. اذا ذا فيرست اند نون كان انتجرايز افكت اوف سكند وبنجيب افكت اوف سكند وافكت افتر سكند. طبعا هو الاجابه الثانيه استثنين. بنجيب ازاي واحد مش عارف اسمه عشان ما يشتغلش معظم. الاجابه يا ايه يا سي فكروا سي سي تعرف ايه ولا ايه يعني؟ ايوه اوكي اسمه الاستثنين كل ما يفكروا مش عارف. هو دلوقتي الفيرست كان ايه؟ بايوكربين. طب والسكند كان ايه؟ اتروبين. طيب انتوا اخترتوا ايه ولا سي؟ سي. كان نقول فين قبل ما نسكن مظبوط. كان اغنيه فين ولا ست؟ الاجابه سي صح؟ ممكن برضو الكابيتال بتاعنا يعني ايه برضو كان عند الله صح يعني ايه هيصد بيه وبرضو الثاني ضد الاولاني ماشي كده. بسم الله الرحمن الرحيم قول ركز معايا. بص يا ابني صوت يا جماعه الله يكرمه كلام خلص الحته اللي فاضله دي. بص معايا الله يكرمه كده دلوقتي فيتامين كي عربة عن شوية لأنه مفهوش علم يعني بس أنا ده بقى مشكلة. هجيب الجدول الأخير في هذه المذكرة المهمين ده هو رسمة لو فهمتها هجيب الجدول وبعد كده إيه هتلاقي الكلام كله خلاص. ركز معايا دلوقتي سيادتي الجدول الأخير ده يا شباب إحنا طبعا فيتامين كده عربة عن شوية بس مخلص الجدول ده عشان إيه؟ الناس برضه مش حتى ما نستفيد. الجدول الاخير ده مهم جدا للغايه. معلش البتاع اللي بيقول عليه اسمه ايه؟ اخر جدول في الفضه اليوم. اخر جدول في الفضه. طبعا اتش ام جي وايضر بليز انهبيتور ومش عارف فايبريت وريزنز وعيله اسمها النيكوتينيك اسيد. الجدول ده بني سميه كده على الجنب الادوين او انتي هايبر ليمينيتور. انتي هايبر ليمينيتور. ده اسمه هايبر ليمينيتور. تسمع مرة اسمه هايبر ليبيديميا؟ اسمعوا هايبر ليبيديميا بس عندهم ليبيد عالي في الدم. طبعا الليبيد لما يكون عالي اولاد ممكن يعمل مرض اسمه اسبروس او الشرايين. لذلك حلوا ادويه مهمه جدا اللي هي اسمها انتي هايبر ليبيديميا او هايبر ليبيديميا. هم اربعه كبار وبعد كده ادويه اسمهم بس. هم طارق وطارق حاجتين الجانب وصاد الفكر بس مش نص حاجه. كلهم بيستخدموا اسمه ايه؟ هايبر ليبيديميا. ركز معايا على الصفوره. هتفهم عشان الكلام يرسم اللي كان حفظتها من 7-3 دقايق. هرسم دايجرام صغير كده سياسه هتفهم عليه الادويه ثم ناخد الكلام ده ونشرحه بجد. دلوقتي فاكر حاجه زمان في سنه ثانيه اسمها ليبيد ديبوليس. انا عايز حتى لو فيه شغل مش فاكرين. بص يا سيدي الدايجرام ده ما ترسموش الا لما امشي ولا الدايجرام ده يبقى بادئ في حته ولا في حته. تاكد المجرى اللي اسمه بلاد بيزر. عايز بلاد بيزر طبعا يهمني في موضوع عند هايبر ليبيديميا يتكلم عن بلود بيزل تماما. هي بلود بيزل لو الليبيد اتجمع فيها يعمل اثره ايه؟ فمهمتي كلها تبع هذا البلود بيزل. ازاي ده؟ تعالى نسمي لها كده. انت النهارده روحت تعمل الحاج لقيت الحاج عامل لكم محشي. محشي؟ اتفضل. اسمع بقى. في فات اهو في فات كتير. بس معايا الاستاذ ده كلها ما كنتش فاهم. ماما عمال اسمع تاني. الفات اللي موجود في الاكل بيمتص من السمول انتست
طبعا بدي فص يعني روح على الجنب. روح على الجنب معايا كلمه في الفايل زي ما اسمها فايلو مايكرو، عارفها؟ هتجيبها دي فايلو مايكرو. اللي طب ما هو كده حاجه زعل اللي كان ممكن لو جمعت في بلاد دي كده هنزعل يعني هتصلوا شرايين. اقول لك ما دي لاش يدخل ولا ولا يهمك. ربنا خلقنا انزيم اسمه ايه؟ لايبو بروتين لايبيز. سمعتوا عنه؟ هذا الانزيم المفروض الجامعه لايبو بروتين لايبيز ده يكسر الكايرو مايكرو ده كادرا اللي فيه فاتي اسيد وجليسرول في الاديبوزي. يا ماما اللي بس تشوف انت جاي ما تعبش. الدم الحمد لله اهم حاجه ما يجمعش كتير. هذه اول خطوه على سهلا جدا عشان اعرف الرسمه دي ليس لها قيمه الا لو جبت عنها ادويه. لو خطه حمصاري لما تنجزني كده تاني الفات كلناه هيحصل له امتصاص منين؟ وصل لفين للدم على اي ما يسمى فالبط ده بقى في دمه الاكاسي ما بيقعدش ياكل. في نظام بيخلصنا منه اسمه لايبو بروتين لايبيز بيكسر الكايرو مايكرو في الدم الى فريكه ده اسمه ايه؟ احنا في دلوقتي في الاديبوس مش مخزن فات حاجه ما تزعلش. مطبوع على الاعضاء الثانيه هياخد هناخد عليها بعد شويه ادويه وهو طيب هنتكلم يا ابني عن مصنع الكوليسترول في الجسم اللي من المصنع او المطبخ الليفر. ده الليفر مش هرسمه عشان تتريقوا عليه. لازم ارسمه. رسمك حلو قوي. انا مش عارف ايه انت بعمل كده غريبه يعني؟ لا المهم يا عم عزيز الليفر ده يا ابن حلال فبس الليفر ده بيتم فيه تصنيع الكوليسترول ب 20 خطوه كده انا عايز اتقطع. فاكر حاجه اسمها استايكو ايه؟ استايكو انزيم ايه؟ ايوه بعد كده تكون حاجه اسمها العزبه اتش ام جي كوري. دي بقى اسمها لو عرفت تبقى مطلوب. اتش ام جي كوري ده ماده طويله كده اسمها هيدروكسي ريسايل بروترايل كو انزيم ايه؟ مالها؟ دي بتطلع منها حاجه اسمها استايكو انزيم اللي طبعا من كلمه سايكو. شاطر؟ المهم ده كله قول انزيم مهم، انزيم ده اسمه اتش ام جي كو اي ريدكتيز، انزيم ده صامع بيسموه الريت ليميتنج انزيم في تصنيع الكوليسترول. هذا الانزيم احنا فين دلوقتي؟ فين يا جدع؟ بيصنع الكوليسترول ده. طبعا الانزيم ده مش هسيبه في حاله لان الكوليسترول ده لما بيتجمع ممكن يعمل مشكله عليه. يبقى هذا هذه خطوه عمليه سهله ايه؟ تصنيع الكوليسترول. طبعا هم مش خطوه هم خطوه كتير. كان استايكو ايه وعليه كام بيبالويك اسيد وي بي وي عندنا في الفارما اللي يخصنا هذه الخطوه بس اتش ام جي كو ايه عن طريق اتش ام جي كو ده بيتحول لايه؟ كوليسترول. الكوليسترول ده ابني عامل زي البني ادم ممكن يبقى انسان محترم ويمشي بالاتجاه الصح وممكن يبقى انسان منحرف ويمشي باتجاه الغلط اللي هو ايه؟ الغلط ده. اسمع ناخد الاول عندنا رقم 3 صح يبقى نمشي بتاخد صح ده. الكوليسترول ده يا ولاد هل له وظيفه في الجسم ولا مش؟ طبعا يعني الكوليسترول دي حاجه مهمه ولا مش لازمه؟ مهمه طبعا. قول لي اي وظيفه للكوليسترول يا ابني في الجسم؟ يكنسل ميمبرين فوسفوريل واحده كمان هرمون الاسترويد يا ولاد هرمون استرويد اللي هو اندروجين بيكون مصر. طيب ايه تاني؟ البايل. مش فاكر الكوليسترول كان بيكون بايل؟ لا انتوا وحشنا. المهم الكوليسترول ده كان بيكون يا ابني انا فاهم نفسي انا بايل اسيد وبايل وبايل ايه؟ صورت اللي كانت في الجي اي تي بتعمل امالسيفيكيشن وابسوربشن للفات. المهم بايل يا بيه اسيد وصورت ده طبعا في الليفر بتصنعه. انزلوا دي بقى ان شاء الله الجي اي تي. سؤال بقى ونعمل كده نقول تاني هل كل البايل اللي بيتصنع عنده في الجي اي تي بينزل في الاسطوره ولا بيحصل له؟ لا لا معظم البايل يا ابني اكتر من كام في الميه في الاسطوره؟ اكتر من 90% فعلا يحصل له انتيريور بريك يرجع تاني وده اللي انت عارفه. هنا في جزء صغير بينزل في الفيس. الجزء الاكبر بيحصل له ايه؟ انتيرو هيباتيك سيركوليشن. قول ايوه عليك. هذا هو الطريق الصح بتاع البايك يعني بتاع الكوليسترول بتصنع ايه بايك. كده يبقى له لازمه في الجسم. ماشي الكلام؟ خلي بالك عشان الرسمة هتخلص دلوقتي في خطوة. قبل ما خلاص اقول لك خطوات ثانية تنظر عشان الأدوية تبقى معانا. الواحد كان فات، صار مختص منين؟ وصل إلى البلط على ايه؟ هل الكرموك بيقعد؟ لا قد يتكسر بانزيم اسمه روتو لايبو بروتين لايبيز يتكون في الناس اللي لسه في الادوات تشو صنع لي الكوليسترول ولا فين في الليفر عن طريق تحويل مين لمين؟ انجز اتش ام جي كوليدابتيز الكوليسترول عن طريق انزيم اسمه ايه؟
اتش ام جي كل ده فيه انزايم. ده الانزايم الاهم ده كلسول لما يتصنع له طريقه اولاني حب وفي جح بيكون باين اسن صوت البايل ده في الشغله دي جزء كبير جدا للاسف منه بيرجع للجسم تاني جزء غير بيرجع للجسم. ده طريق الايه اللي هو انا كده استفدت من كلسول بس كلسول برضه في الارض لما يلبس غادي مش لاقي حاجه يعملها يضحك يعمل ايه بقى لك هروح عند الارض اقول لها مش عايزين فيه هنا يقول لك عندي فاض فلما يبدا يروح عند الارض انت بتخاف ليه بقى فوق معايا كوليسترول ده ابني الموجود المفروض موجود جوه التيشوز جوه الخلايا منها المصل مش عارف بيكون مصل ولا منها بعض الخلايا الثانيه اللي الليفر طبعا لما انا في انزيم عبد كده هو اسمه ترايجل سايد لايبيز وفي ناس سموه عندنا في كتابنا انترا سيلولار لايبيز خلي بالك انا دلوقتي على الصبور عندي اثنين لايبيز واحد حلو واحد وحش هتفرق بينهم هتفرق بينهم يا كابتن العظام الله يكرمك ركز في اللحظه دي في اثنين لايبيز في الجسم بقى واحد ابن ناس بينضف البلط اسمه ايه؟ دايبتي لايبيز واحد وحش بيبوظ البلط اسمه انت صلى بيه ده بيدخل جوه الخلايا يكسر الليفل اللي موجود في التيشو ويطلع منه حاجتين مش ناوي صنع بيه اللي جيل يعني سمعت عن اللي جيل اللي دول 20 20 جدا لا تطلق عندهم مين يا حبيبي لايبو ها وروتين لايبين قال لهم تعالوا ايه تعملوا ايه هيكسروا الى مين بقى ها مين بدا ازد وبيسمع مين دلوقتي ده كده الرسمه دي هي رسمه البايو بتاع الرسمه موجوده عندنا في الكتاب انت مش فاهم الرسمه كرسمه تقعد تفهم عليها اسمع بس مازلتش رسمه دلوقتي لما احط عليها ادويه حتى صورت المهم الرسمه دي سيادتك هتبقى الوقت ما تتزرق عارف اهم حاجه في هذا الجدول ميكانيزمات الادويه ولو وصلت فيك ممكن نحفظها لك في ذاتك ميكانيزمات صم والميكانيزمات تحفظ على الرسمه دي تعالى بقى فكر معايا انت عايز تنظف مين من اللي جوه الجسم صح؟ اقترح عليا اقتراحات وانا في زراعه على الصبور قول لي ازاي ما كليش الليبيد يتجمع في البلاد بيز اللي هو الدايره قول لي كده اشارك مين وانا ان شاء الله يبارك الله فيك طبعا في انزيم اسمه بايو ايه شغال ولا نعم وهذا ميكانيزم الدراج رقم 2 في جدولنا اسمه اسمعي والانزيم ده انا بحبه الانزيم ده اهو شغله لي هنا وهنا طبعا ما هو واحد وهذا الدراج رقم 2 في جدول ده اسمه فايبريت وانا خلص منك دلوقتي بقول لك الفايبريت ده بيزود تصنيع اللايبوبروتين لايبيز انزايم حسب سؤال هو الانزايم ده بيتصنع ازاي؟ الانزايم يعني هو الانزايم عباره عن ايه؟ بروتين؟ انا عايز اسمه بروتين سينسز فاللي عايز يفهم بقى عشان ما يجيش نكتب يبقى فاهمين الفايبريت ده بيمسك في ريسبتور موجود في النواه بتاع الكلام النواه يحفز حاجه اسمها الترانسكريبشن والترانسليشن الجاده دي او الجين اكسبريشن معلين يزود تصنيع لايبوبروتين لايبيز اسال لك لما يزيد تصنيع لايبوبروتين لايبيز استفدت ايه؟ حاولت التعلم دستراكشن لمين ومين ومين؟ بركز معايا عشان بس احنا هنحفظ الميكانيزم على اسمها عشان ما يجي نكتب الكلام ده ده هو رقم 2 في جدول اسمه فايبريشن ميكانيزمه تاني هو بيزود تصنيع الانزيم نفسه مش بيحفز اكشن لا بيزود تصنيعه اسمه لايبوبروتين لايبيز فلما يصنعه يا ابني بكميات كبيره في الجسم ساعتها يتكسر عندك اي كايروميكرون او بي ال دي ايه او ال دي ايه في البلازما ساعتها يبقى البلازما ايه دول ده حلو وليه ده 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 مش عندك يا ابني ده الكينج يا حبيبي الكينج دراج في الهايبر ليبيديميا اشهر ده في مصر في الهايبر ليبيديميا بيمنع عدد الانزيم ده بيمنع تصنيع الكلسيوم الاول طبعا له مشاكل مش عارف شو اقول ايه له مشاكل كبيره بس هو بصراحه بيخلص مفيش كلسيوم اصلا وهذا دواء رقم واحد في جدولنا عيله اسمها ستاتين اي دواء ينتهي مقطع اسمه ستاتين على فكره ده من اعلى درجات الفارما في اللي بيترايبر اللي بيبي وسيادتك كان دول الحته ده ستاتين لو كنا مش كده الجدول اصلا الستاتين الجدول جاي على الجسم طبعا في مصر موجود ستاتين في مهابل كتير جدا تسمع دواء اسمه اطور او ليبي تور ما ده ستاتين يا حبيبي اطور او ليبي تور اشهر ادويه ليبيديميا في مصر ستاتين يبقى قول لي بقى ميكانيزم ستاتين كده سهل ايه اللي عندها اسمه ده كابتن اتش ام جي كويلر بيز ده تصنيع ايه لا هو معايا هكملها لك بقى انا عايزك على الرسمه تبقى حافظ الكلمات خش على الجدول تكتب الكلام ده هو معايا عشان اللقطه دي لازم تفهم كامله دلوقتي الاستاتين دواء قوي ومختلف لما يمنع تصنيع كوليسترول الكوليسترول له وظايف مهمه ولا لا بس الكوليسترول بيزعلني ايه لما بيخلص وظيفته بيروح يقعد في الدم يعمل لي مشاكل
فلما قال التصنيع في الجسم عارف الجسم طالع ليه؟ يضطر يجيب ايه؟ يقول لك خلاص انا دلوقتي ما عنديش تصنيع في الجسم، هيضطر يجيب لك كل المجهود في الدم منه. اي ما هو الله قلت الله يجيب لو اللي دي يبدا وجيب دي يبدا الموضوع في الجسم بس عارف في الدم عامل لي مشاكل، الدكتور عارف تعمل ايه؟ يقول لك مش حاجه نعملها، تعال بقى اكتشفوا اللي محتاج كوليسترول على اعصاب مصر والليفر بتعلي عندها ما يسمى ال دي ال ريسبتور، الريسبتور بتاع ال دي ال، وبالتالي تعملوا ابطيء دي مين اللي فيه بقى الدم اللي بتشرب. انا استفدت من اللقطه دي قيمه ال دي ال في الدم، وده مطلوب ازاي؟ ايه تاني؟ معلش عشان الكلام لازم يتفهم، احنا هنفهم على اسمه وبعد كده نبقى الاستاتين بتمنع تصنيع الكوليسترول، بتمنع انزيم مهم اسمه اتش ام جي كويرتين. لما تمنع تصنيع الكوليسترول الكلام خلص. قول له ساعتها لما يحصل ديبليشن للكوليسترول جوه التيشو هتعمل ايه بقى؟ ابتيك ابتيك لل ال دي ال من الدم. احنا دلوقتي مش هينفع نموت، هنعيش ازاي؟ هتضطر تعمل ايه؟ هتضطر تاخد كل ال دي ال موجود في الدم تقول تعالى بقى اشتغل. فانت لما تعمل لك ابديت ال دي ال موجود في الدم عشان يصنع الكوليسترول او يشتغل هو الخلايا، انا استفدت ايه؟ ان قللت ال دي ال موجود في الدم، وده مطلوب اصلا. فكره مش مطلوب اقلل من تصنيع الكوليسترول، مطلوب اقلله شويه. لان هي بتعمل انت ربنا كده كده وتبقى ايه؟ اب عندك عيال. الواد انك منحرف شويه. اه الواد حرام، الواد ده بيعمل عنه ايه؟ اه الواد عنده مصروف. ايوه ما هو الفلوس بتبوظ ولد. ساعات بص بالعافيه. اه ده ابن واحد النهارده راح مش عارف المواصلات كذا وكذا قلت له قال ايوه طبعا دلوقتي عشان لسه ضامن الوظائف لما تكبر ما هو مصلحته ساعتها لما يحس الموضوع هيبقى بجد يقول لك خلاص انا هتنس لكن بقى يديله فلوس بزياده قال لك بقى انا خلصت معايا فلوس على الاقل نروح نشرب شاي منه وتعالى على القهوه نشرب شيشه ايوه صراحه ده صح والله نفس السعر ده صح دلوقتي اشغال جديده طبعا مش شغال جديده بس مش شغال جديده اللي جاي اشربوا بانجو اشربوا بانجو انا بقفل حصه البدايه على الدنيا ايه عشان ما ينحرفش خلاص ما تزعلوش انتوا حرامين اتراك رقم سعاد اصحاب هو ده اللي بسميه والله طالب طب الريزن مش الريزن لا الريزن اسمع بس يعني اسمع يا ابني اقل الناس انحرافا طلب الطب مش عشان هيبقوش فاضيين والله دايما اقولها كده هم لو فضلوا هيتحبوا بس هم يا عيني مش عارفين اصلا يفكروا في حاجه اه ليه يا ابني اهو عايز اعرف مش 19 ليه مش عارف حاجه لا بقى الناس عايزه تقعد على مهم ربنا وفقهم برضه ايوه انا عارف الكوليسترول ده لو سميه مرض انا طول ما هو فاضي انا خايف عليه انا خايف عليه روح اعمل ايه عشان كده ابني بتاعتك طلعني ركبنا 10 مره فيها جوه اه اعمل ايه الكوليسترول ده سياده زي ما عضايا ليه؟ اسيد وصلب بينزلوا في الجلد صح؟ لكن الجزء الاكبر بيحصل ايه؟ بيرجع وجوز ده بينزل انا بقى دلوقتي في الفلوسين مستريح فده مستريح هيروح يعني هيتبدل لا حبايبي ايه البنت ده اسمه باين اسيد بايندنج ريزن اسمه كده ريزن وخلاص ريزن ده عايز يعمل ايه؟ بيرتبط بالبايند اسيد ويعمل له اكسكريشن كاملا في الجسم ويعني يعني ايه يعني قول لي لما امنع دي كل البايند ينزل فين؟ طب انت كده بتودي ده لا ايوه عشان اطلع عينيه الكوليسترول ده هيبقى ساعتها مستهلك في تصنيع انا على فكره الثاني الاول والثاني الاول والثاني شبه بعض قول لي شعور دي يا ابني ما انت مش فاهم ده وده بيستهلكوا كوليسترول موجود في الجسم واحد بيمنع التصنيع والثاني بيطلع عليه قول لي طب وبعدين الجسم هيضطر يعمل ايه؟ يقول لك خلاص بقى هضطر اجيب من البلاد اللي قاعد فاضي وزي ده برضه بيسموه ابتيك اوف ال دي ال فروم بلاد فالمحصله في الاثنين هيقل ال دي ال في ده الثاني الريزن ده بيكلم عارف كلمه ريزن اصلا يعني ايه؟ ريزن الام مش بليل عادي الاذن يعني بيرتبط برابطه ما تتفكش بالباي الاسيد لدرجه ان انت سمعت قبل كده اسمه كوليستايرامين فاكره؟ الاستايرامين ده بيمسك بالباي الاسيد يعمل كومبلكس اكسكريتنج فيس وبعدين انا استفدت ايه؟ ساعتها الكوليسترول هيضطر يحصل ايه؟ الكونسامشن بقى عشان يكون باي الاسيد جديده فلما يستهلك اوريدي بقى ايه في الجسم؟ فعايز طب ما ايه اللي يحصل ايه؟ هتضطر تجيب ايه دي ايه من الدم للتيشو عشان ايه؟ نشغله ولذلك واحد زمان ثلاث محصلته بعد كده واحده يعني له ايه اللي بيقل موجود في الدم؟ ده الدرجه رقم ثلاثه، الدرجه رقم اربعه بيجي على النظام ده اسمه انت وصار ايه؟
اللايبيز ده مزعلني ولا كويس؟ ده اللايبيز ده اللي حلو. اللايبيز ده وحش لانه بيكسر الليبيد الموجود في التيشو ويطلعها على ايه؟ على البلاط. طبعا عن الانزيم ده وهذا اللي بنعمله دراسه رقم 4 ده. رقم 4 في جدولنا ده سهل ومش شرط كده. يمنع انتراسيلولار لايبيز او بيسموها انتراسيلولار لايبوليس. وبالتالي يمنع تصنيع الحاجات دي. بقى اربع ادويه والخامس بتاعهم دواء ايزي دواء سهل اسمه ايزي فعلا. الخامس بيمنع الاوبسوليشن الاول اسمه ايزي تينيك ايزي بتاع رقم 5 ايزي. طب ده يا جماعه بيمنع الاوبسوليشن بتاع ايه؟ الكوليسترول انفست اصلا. بعد الخمسه الكبار بتوع الهايبر ديبيت الرسمه معاك سيادتك هنكتب الكلام ده المكتوب في الرسمه دي في الجدول بتاعك. ها حد رسم؟ الرسم رسم رسمش يصور صار ويرسم يا دكتور هو مش ده اللي هنشرح كل الكلام ده اللي هنقوله ايه ده يا دكتور؟ نعم. هو مش الاستاتين اصلا بيمنع تكوين الكوليسترول؟ لا. طيب ال في ال دي ال وال ال دي ال مش بيهجم الكوليسترول يعني بيهجم الانترسيلولار لايبيز؟ لا. طب انا بمنع تصنيع الكوليسترول جوه الليفر فكده هيقل في الخلايا. ماشي. تضطر تعمل ايه؟ تستهلك ال دي ال موجود في الدم. هو ده فاضي ده فا هو ده كوليسترول برضه بس ايه؟ ومقابل الكثافه هتتجمع جوه. طب ما انا كده هستهلك اللي في الدم كله. كله عادي يعني؟ هو ده احسن مشاكل بس ارحم من مشاكل هتستهلك يا شباب يلا عشان نجيب الجدول لسه قاعدين الكلام ده كله فين من ده خلاص بس انتوا ايديا طلعت الجدول الله يكرمك. يلا يا شباب انتوا الشطار بقى احنا كده عندنا خمس ادويه هنشرحهم يا جماعه دلوقتي. عن تعرف على اسمه يوم ايه اسمها الستاتين. شوف الستاتين طبعا المقطع اسمه الستاتين عادي كل دكاتره بيسموه الستاتين مش الستاتين بصراحه الستاتين زي فاكر بريد وزرفان علامه من علامات الفرد. المهم يعني في لوفاستاتين سيمفاستاتين رابستاتين اتورفاستاتين. طبعا سيادتك الاخير ده هو اللي مشهور اكثر مصر اسمه اتور عارفه اسمه اتورفاستاتين. هناخد الادويه من عرض الابره اللي رقم 2 اسمه فايبرين صح؟ يعني رقم 2 عشان انت بتذاكر الرسمه تعرف ده رقم 2 هم 2 والثاني شبهه كلو فايبرين وفينو فايبرين. يا ابني الاثنين دول توام ولهم اخ شبههم اسمه جيم فايبروزين. طبعا لو انا قارنت من واحد فين واحد جيم اسمع بس الناس يقول لك فينو ده كلام لكن جيم سبحان الله بقى شوف الفكره فين الفينو اخ الفينو فايبريت فور بورتر تعرف ايه الواد جيم ده يا عبد الرحمن كتير جيم فاروزيت ده بشكل بشكل كتير هتيجي اليوم تتعامل انت ازاي الفينو فايبريت هو اقواهم وانضفهم رغم ان اسمه فينو. طيب دي عيله ثانيه انا هشوفها ميكانيزمها دلوقتي هتجيبوا ايه. العيله الثالثه اسمها فايل اسيد بايندنج ريزينين او ريزينين تعرف هم نوعين مشهور او ده العيله ده مشهور جدا كوليستايرامين فاكره سمعتوا ايه في الفارما يعني الابسوربشن بتاع ديجيتاليز والابسوربشن بتاع ورطانين اي دواء بين امصاص مات. طيب اسمه كوليستيرامين وكلوستي وكلمه كولي كولي صح هو باين اسيد بايندنج ريتم فسموه كولي صح ولا لا؟ مش انت فاكر الكلام كولي يعني باين اصلا. الواد الاخير ده يا عيني اسمه نيكوتينيك اسيد او اسمه ناسين هو مش هو اسمه موجود ثلاث الاربع ادويه مين شطورها يوم ميكانيزمات ركز معايا بقى عشان نكتبهم مخطط جديد كده. يلا هنبدا اول واحد هو بيمنع انزيم اسمه ايه كابتن؟ انجز اول خانه يلا الستاتين بيمنع اتش ام جي كوريرابتيز انزيم الاول خانه الخبر خطك ما تقلقش بس مش قادر اتش ام جي كوريرابتيز انزيم. طبعا في دكاتره في الشفا يا جماعه ركزوا شويه يقول لك ايه قول لي اسم يعني قول لي فسرني يعني ايه اتش ام جي كول ايه قول له ايه حاول اتش ام جي كول لا انا مش فاكر مش فاكر انا او الحته البيضاء دي الحته البيضاء في الاسماء اللي فوق
اتش ام جي بتصير هيدروكسي ميثايل كلورايد. اصحاب دي عايز تبقى مش مستاهله. اتش ام جي قبل تعيد تفضيله اللي فوقت على اسمها اسمه هيدروكسي ميثايل كلورايد. مش عارف تكتب مين فيهم؟ Increase expression of ومعايا of LDL receptor. هبص لك لو كانت كلمة receptor روح نبدأ. Increase expression of LDL ايه؟ اصلا قلت له بيزيد LDL اللي احنا روح نبدأها مش تمام حاجة. لا لا يزيد LDL receptor. قول لي بقى تعمل ايه لو مش مصير؟ تزود uptake of LDL. من اللي فين يا دكاترة؟ الغدة اللي بتشرب. جدع from blood to tissue. يبقى تاني يا دكاتره الحته الاخيره لما يحصل ديبليشن للكوليسترول جوه الخلايا هيزيد بقى الكلمه الاخيره اهو اعمل ايه؟ يزود اكسبريشن يعني زي التصنيع ال دي ال ريسبتور هيزود ابتيك اوف ال دي ال from blood to tissue. شكرا مش عايز اكتر من كده. طيب اللي بقى فايبريك دواء جميل بس له ريسبتور معاك. هقول لك الريسبتور اختصارا الجدول وبعد كده بكتبهم اي حته تحت. هو فاكتب يا فايبريت بايند تو. طب انت ماسك مين يا ولاد؟ ريسبتور اختصاره جدا كفه جدا غلط كبير. فايبريت بايند تو بي بي اي او ريسبتور اسمه كده اختصارا بس اكتبه الاول على ربنا يبقى فاهم. بابار يا دكتور معروف بي بي اي ار الفا ريسبتور. لو قلت لك اسمه عطيت عطيت على الورق بابار جدع اسمه جدع بابار. بابار انت تقول بابار الفا ريسبتور. واحد يقول انت ما عنديش فاهم يا ابني ده ريسبتور موجود في النواه يعني ممكن تقول لي اندوك ليها ريسبتور كده فهمته. لو ما سالش عن اتصال قول لي بقى هقول لك انا اسمه ده. قول لي لما شاجر الريسبتور ده بيعمل ايه؟ اكتب يزود هنا في تقسيم ولا مع بعض؟ لا كمل انت على بعض. يزود جين اكسبريشن. يزود جين اكسبريشن كما فيه بتالي كده هو بايند تو ريسبتور اسمه ايه؟ بابار الفا بي بي اي ار الفا بين قوسين ده نيوكلير ريسبتور. هيزود الجين اكسبريشن سهل كده فيزود سينسز اوف بخط كمين لايبو بروتين لايبيز انزايم. يزود تصنيع يا دكاتره لايبو بروتين لايبيز انزايم. تاني الميكانيزم على بعضه قوي. طيب ليه بيعمل ايه؟ بايند تو بي بي اي ار الفا ريسبتور وقلنا بين قوسين ده نيوكلير ريسبتور. هيزود جين اكسبريشن هيزود ايه؟ senses of لايبوتين لايبيز. اسال سؤال بقى لما زود لايبوتين لايبيز انزايم قول لي كلمه حلوه هيزود destruction of مين ومين ومين؟ جدع اخر كلمه بقى اخر كلمه في مجالين هيزود destruction of كايرومايكرون ودي ال دي ال وال دي ال. لا ده كله اشتراك خلصوا خلاص ده خلصوا خلصت خلاص كلها شطوك وسعوا جماعة ده التلات خانة على بعض. ثلاثة يا معلم. أقول مرة بسرعة. باين تو بي بي اي ار الفا ريسبتور. يوم ريسبتور سمر. بيزود جين اكسبريشن. بيزود سينسز اوف لايبوتين لايبيز. آخر حاجة بيزود ديستراكشن اوف كاينو مايكرون جي ال جي ال وال جي. ده ميكانيزم فاهمين. السؤال بقى واحد يقول لي طب أنا عايز أكتب يعني إيه بي بي ار؟ بقى تحت الجدول حتى بي بي ار يعني يا ابني جروب زي زون. إيه؟ جروب زي زون. فاكر حاجه زي ايه؟ بروليفريتور اكتيفيتد ريسبتور. هو بابار على فكره. هو بابار والله احسن موجود هنا والله. وعلى فكره هو ما سالكش ما تقولوش. والله ما ظبط. لو ما سالكش ما تقولوش اسم. باش طبعا ما تفزكش.
مش بص هو اسمه كذا وتبي غلط بقى غلط لك انت حبسته وغلطت فيه بقول له بي بي اي ار الدكتور عداها خلاص عديها هو كسر معروف غلط رخم بقى انت اللي طلبت توكسيك بروكسيزوم بروليفريتور اكتيفيتس الارض طبعا ما يهمنيش الاختصار ايه بس يهمني معناه هذا بس انت موجود في الاوان بيصنع لايف روتين لايف خش على ده ريزن بقى جميل قول لي بقى ريزن ده بيعمل ايه اسمه ريزن بيعمل ايه لا يبقى اكتب رقم 3 ده بايند وكبر خطه بقول لك انا بير بايند ويز دي نكس يبقى بايند ويز بايل اسيد ده لك يبقى الريزن ده بايند ويز بايل اسيد فورمينج انسوليبل كومبلكس يبقى بايند ويز بايل اسيد فورمينج انسوليبل كومبلكس فورمينج اهم كلمه انا جاي لا وقلت لك انت هتقعد على بعض مش تقعد لي اربع الزول كوميكس ده مالك تحصل ايه؟ سيكريتد ان فيسيس يبقى تاني البايت اسيد البايت اسيد بايت ريزن ده بيعمل ايه؟ بايت ويز بايت اسيد فورمين ان سولفو كوميكس اكسكريتد ان فيسيس سؤال هيحصل ايه؟ طبعا يا جماعه ساعتها ليه؟ هيحصل ديبليشن بص شفت الكلمه اللي بتاعتها هناك شفت كلمه ديبليشن انت ظهرت في الصوره دي هناك في اول واحد ايوه اللي وراها بالظبط هو بتعملها ازاي دي؟ مكتبها تاني اكتبها احسن الشمع عندك بس ديبليشن اوف انتراسيت كوليسترول مفيش يقول لها اعمل ايه بقى؟ ده بيحصل ديبليشن كوليسترول جوه الكلام ولا ايه؟ ايوه زود اكسبريشن والله كلمه اصلي ها؟ اوف ال دي ال ريسبت زود اكسبريشن مش هتعمل ايه بس يا عيال؟ مفيش يسلم يزود ساعتها الجمهور غير الرد ليه؟ ماشي يزود ابتيك اوكي ال دي ال في البرانس فيشن ماشي الدواء الاخير خلاص بقى احنا مش عارفين كتير هتبقى اسمع الدواء الاخير بقى جميل نيكوتينيك اسيد ده يا جماعه قلنا نسيب بيعمل ايه ده كده يمنع ايه التراثير الرئيه الدواء الاخير اهو اكتب انهبت انتراسيلولار لايبوليسيس فيمنع تصنيع مين الادوات الاخيره رقم 4 بيمنع انتراسيلولار لايبوليسيس تقلل تصنيع مين دول ال دي ال وال دي ال خلاص طيب اليوز طبعا ما لهمش لسه عندنا في الثانيه بس هو كلهم بيسموا خالص وهايبر ايه اللي بيجي سايد افكت وطبعا الخطه دي ممكن ايه؟ ما تبقاش مشكله، سايد افكت اول واحد وثاني واحد لهم اثنين مشتركين لو تلاحظ. اول اثنين مشتركين شفتهم؟ شفت واحد اثنين مشتركين ولا مش مشتركين؟ هيبقوا مشتركين معلش يعني انت عدي على اول اثنين سايد افكت ولا درجين؟ رقم واحد كلمه مهمه اسمها مايوبس، عايز تعني مايوبس ولا لا؟ مايوبس ايه؟ عايز الصبر مش عايز الغلط. عايز الصبر ليه المصر بتدمر؟ عشان مش كوليسترول. الكوليسترول زعل يا جماعه ساعتها ايه اللي هيحصل؟ المصر مش هتصنف. اول اثنين درجه دكاتره لما بيشتغلوا بيتبعوا صار فيك واحد اسمه مايوس، طبعا كلمه بتزعل. اسمعني اول صار فيك بالاثنين هوين مايوس بالعربي مايوس كده. طبعا بيزيد انزايم معروف من زمان اسمه كرياتين كاينيز، عارفه ولا لا؟ كرياتين كاينيز. ايه الالين؟ اصبرتين رمسة اميون بص كده الاولاني خطا صار فيك صح؟ اولاني خطا الثاني بقى كمل ما بين ثلاثة وأربعة وخمسة على السريع بيعمل الاولاني الوات كلو فايبريت ده سيادتك السريع بس انت مش فاضي دلوقتي انت مش هتفضل فين حاجة اسمها اربعين توكسيستي؟ سبحانك الله الكلو فايبريت بالامارة كان بيزود توكسيستي في كلفات مش وحشه بيرجعوا بنفس المذكره لانه مش واحد ودي زي برضه ربع بيت مش انت بتعمل ثلاث حاجات ولا اثنين بيزود كوليسترول ايه كوليسترول دي يا جماعه
كوليسترول يعني ايه؟ عصبات في المرارة. كوليسترول عصبات في المرارة. الدواء ده قال لك من ضمن ميكانيزمات طبعا كلهم بيأثروا على البايل، يعني كلهم بيأثروا على الكوليسترول. انا ممكن نفس الاكسكريتا في البايل اسرع مرارة. اخر حاجة بيعمل جيلاتين ستيربنس اسمها كوليستريشن. بدل يعمل جيلاتين ستيربنس بلاش تنوي. طبعا احنا بنعمل اختصاص من ايه؟ المهم اول اتنين صم اول اتنين يبني اللعبه كلها. طيب في كلمه اسمها كونتراديكيشن اول اتنين بس خلاص منها بالنار. لو واحده حامل ما ينفعش تاخد اي دواء الاثنين اوقات او اي دواء من حيث القناه. ليه؟ البريجننت كامل ممنوع من الادويه. العقل يعني شويه تحسيس ان هي حامل ايه يعني؟ الواد ذنبه ايه؟ البريجننسي ممنوع واللاكتيشن ممنوع. اول اتنين او الاثنين ممنوعين في البريجننسي واللاكتيشن. وركز معايا في اللقطه الجايه قوي. ممنوعين مع بعض. حد عايز ايه؟ يعني انت ما تبقاش مع بعض. لان لو اتكلموا مع بعض يعملوا ايه في مصر؟ ده يبقى نوت جيفن تو جيزر اللي هما مين ومين انا كنت جايب منهم. الواد اسمه ايه؟ الواد اسمه ايه؟ ستاتين وفايبريت. او اقول له ستاتين وفايبريت ما تبقاش مع بعض قوي. لان طبعا لو اتكلموا مع بعض انت بتضحي بالمصر ومضحي بالكبد. ستاتين اند فايبريت. هذا اسمه الكومباينيشن ممنوع. ستاتين وفايبريت دلوقتي قدامي. يبقى واحد واثنين كونتر كونديشن صم. وبيقولوا ان الثالثه يمكن معين في الرينال البرمنت. اه كده كانت في الثانيه بس انا كل كتب الفارما عباره عن الاثنين. ماشي؟ طيب كده خلصنا اول درجين بصاد فيكتور كونتر نيجيشن. الواد اللي اسمه الثاني ده. والثلاثه زي بعض؟ بيزل نقطه بصاد فيكتور بس. الواد بيزل نقطه بصاد فيكتور. هو ربنا يسلمك. واحد الواد كان شو هتيجي مستني. انا بقى مش عايزها. سمعت ولاد عبد الله في الاستياتوري يعني فاتي سطور. اه طب منزل فايل كله في الاستوري يا بيه. استياتوري وطبعا بيعمل اثنين الواد ده بيعمل ابسوربشن بيمنع امتصاص ايه في الاكل. ما هو مانع يا ابني الباي نازل باي كله في الاستور يبقى بيعمل ايه؟ يمنع الابسوربشن بتاع ايه ولا عموم؟ الفات والفات سوري والفيتامين اسمهم ايه ده؟ اي حاجه انت بتقوليها اي حاجه. طيب رقم ثلاثه بيمنع الابسوربشن بتاع درجات في الفرد وابص بالذكر اثنين في الكيمياء الرياضيه. كلمه الابسوربشن بتاع ده اسمه ديجوكسين عاملينه؟ اما تكون من دون انتراكشن والفارين والتسعين. يبقى اذا نقول انا صادق فكره اذا ما انتش زي ما تزوم. جاتي ديستربنس ما فيش بايل اذا ما فيش هضم للفات. بيمنع الابسوربشن بتاع الفات سوري والفيتامين اللي هم اكيد او اي حاجه. بيمنع الابسوربشن بتاع الديجوكسين والفارين. ده الدواء اللي اسمه ايه؟ بايل اسيد ريزن. الدواء الاخير. كبير برضه وخلاص هو كان ما شاء الله خمسه بس صغيرين. اول واحده اهم واحده. بعد ده برضه فلاشنج. طب ليه؟ فلاشنج وبرورايتس. فلاشنج يعني كده صح؟ يعني ايه برورايتس يا ولاد؟ لا مش تبقاش هرش. اه اكتب نتيجه ان هو بيزيد بروستاجلاندين. بيزيد بروستاجلاندين. اكتب معايا تاني اقل صديق ده لو عرفت انا هسيبك من الباقي. فلاشنج وبرورايتس. بقول لك نتيجه بروستاجلاندين. تسمع ده اسمه اسبرين ولا لا؟ بتاخد قبل الدواء ده ولا بعديه بقى بالعقل؟ اسبرين كان بيمنع تصنيع بروستاجلاندين صح؟ قبل ولا بعد؟ يبقى سؤال لو عايز تقلل الكلام ده اسبرين نص ساعه قبل 30 مينت دي فوق لا يا سيدي. يبقى فلاشنج ده اهم سايد افكت بس عارف انت حامل وبرايمز عن هرش. تجيب بروستاجلاندين ادي اسبرين قبل نص ساعه يمنع تصنيع بروستاجلاندين ثم ثلاثه واربعه وخمسه او اثنين ادي اتش اتش ماشي يا ما تزعلوش وخمسه جي اي دي. سمعتوا عن حاجه اسمها هايبر جلايسيميا وهايبر روتينيا ولا لا؟ بلاش بقى. حد يشتكي؟ والله. ايوه. لا بس اظن ازاي؟ هايبر جلايسيميا وهايبر روتينيا. لا
ده بيعمل 2 سنتي فيك اهو هايبر جلايسيميا هايبر جلايسيميا. واخر حاجه بيعمل هيباتوكسيستوا. هذا الدواء اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ناسي ايزي. تعرفوا اكتب اسمه بس ايزي. ايزي كان بيمنع تصنيع بيمنع اختصاص مين على ايزي بيمنع اختصاص مين ايزي تي دي spinal absorption of cholesterol. Spinal absorption of cholesterol. بعد إذا نتيجة تحت كده بيمنع spinal absorption بتاع cholesterol. ده حاجة بتاعت HDL. HDL ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ لو حد عارف كده ليه؟ يعني إيه اللي حلو في HDL عشان كده بدور له بره؟ ايه اتش اي دي يمكن دي معلومه برضه على الدرس والصوره يا